ماشي. بص يا اختي، بص ان شاء الله احنا المنهج بتاع الاستراكشر هو متلخص في المنهج لحد الميد ترم، يعني متلخص في الصفحه دي. تمام. تمام. عندنا اول حاجه نافيرز سوليوشن. احنا بنتكلم في الاول على حاجه اسمها البليتس، دوت كله لحد يعني واخد نافيرز وليفي والانستابيليتي اوف بليت. بعد كده ندخل في توبيك ثاني اسمها الفايرال اليمنت ميثود. احنا في الفيديو دوت شارح لحد اللي هي الانستابيليتي، لسه ما دخلتش في الفاينايت ان شاء الله، هيبقى ليها فيديو مختلف. تمام. نافير سوليوشن دوت هنحل مساله واحد واثنين واربعه ومساله الكويز. تمام. وهو بيبقى متقسم، يعني عندك ديستريبيوتد لود، يا اما يبقى عندك ديستريبيوتد لود زائد حاجه ان بلين لود اللي هي بقى كومبريشن او تنشن كده يعني. فهي دي الافكار بتاعت نافير، ودي هيجي عليها مساله يعني فور شور في المتر. في حاجه تانية اسمها ليفي سوليوشن، دي عليها مساله واحده اللي هي بروبلم 3. هو غالبا مش هيجي في المتر يعني قوي، بس برضو لازم نقوله يعني عشان تحسبا يعني تبقوا فاهمينه برضو. بس هو للاسف مسالته طويله شويه ومليانه ماث يعني، فهو ده حتى المعيد كان بيقول يعني مش غالبا مش هيجي في المتر يعني، لان نافير بيعتبر اسهل يعني. بعد تمام. كده هندخل في الستابيليتي اوف بليت اللي هو الباكلنج، يعني حل مساله خمسه. مساله خمسه دي هي مش هتيجي في الامتحان بالشكل ده، بس ده بتفهمك الباكلنج يعني بانواعه المختلفه. هو انت هتحس ان هنا التوبكس كتيره قوي، بس هي طبعا في الحقيقه مش كتيره، هو كل واحده عليها سلايد يعني، كل واحده من حاله من دول تعتبر عليها مثلا قانون يعني، والقوانين دي تبقى معاك في الامتحان يعني. بعد كده هو حاجه اسمها وينج بوكس بروبلم، دي بروبلم سته، زائد هنحل بروبلم برضو بتاعت الاساينمنت، وهنبص على البروبلم اللي هي اللي الدكتور حللها في السلايدز بتاعته. هي دي اللي هتيجي في الامتحان يعني. هو كل الكلام ده بيخدم في الاخر اللي هي الوينج بوكس بروبلم، كانك بتحل بتشوف الباكلينج بتاع الجناح بقى، ودي تعتبر اوكي. اصعب مساله في الامتحان يعني. بعد كده في الامتحان هيبقى في مساله يعني هم ثلاث مسائل. المساله الثالثه هتبقى فاينايت اليمنت، ودي سهله يعني، هو المعيد حل عليها واحد واثنين وثلاثه واربعه، واحنا هنعمل كده برضه، هنحل الاربع مسائل او ممكن خمس مسائل على الفاينايت اليمنت بعد كده. تمام. ان شاء الله اول حاجه في نافير هو ببساطه كده بيقول لك ان هو بيبقى عندك بليت. بليت دي يعني حاجه مسطحه وكبيره، انا بس أفهم والثيكنس بتاعتها القوانين المفروض هتبقى معانا ازاي؟ هنخش بليكتشر ولا ايه بالظبط؟ بص يعني الليكتشرز دي الليكتشرز اللي هتبقى معاك. هخش بيها مطبوعة. ال 25 صفحه دول وال 31 ولسه بتاعت الفاينايت اليمنت طب ماشي، دول عايزينك بتاعت بقى تبعت لنا الحاجات اللي بالظبط. هنستعملها بس علشان نروح نطبعها، علشان مش هنشوفها طبعا الا يوم الاثنين، يوم الميد تيرم. انت مش عايز تطبعها كلها يعني؟ هطبعها كلها بيها ايه؟ انا عايز بس اللي يساعدني احل. خلاص ماشي، اشوف كده ابعت لكم اللي بتطبعوه يعني ان شاء الله. او يوم السبت يعني، ما فيش. بص، انت ممكن تطبعهم انت في بيتك وتيجي بيهم يوم السبت نصورهم. خلاص ماشي، فكرة كويسة. او عادي ممكن انت تجيبهم ونطبعهم في عند سبيد، المهم يعني يبقوا معانا، نطبعهم يوم ما السبت تقلقش. وخلاص. ماشي. يلا ابتدي. تمام. فانت هيبقى عندك بليت دي يعني حاجة مسطحة، اللينث والويتس بتاعها كبير قوي بالنسبة للثيكنس، فهي بتعتبر ثين يعني، الثين بليت. بيبقى عليها لود، ديستريبيوتد لود، واولا هي بتبقى حاجه اسمها سيمبلي سبورتد بليت اس 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 اس، يعني الايدجز بتاعتها هو سيمبلي سبورتد من الاربع نواحي. في حاجه تانية جايه اسمها ليفي، بيبقى عامل سيمبلي سبورتد لناحيتين، وناحيتين تانيين بيبقى عاملها جنرال كونديشن، ممكن يبقى فيكسد مثلا او فري كده يعني. بس في حاله نافير كله كل الايدجز سيمبلي سبورتد. وبيبقى عندك لود، ديستريبيوتد لود اسمه يعني، بيبقى البي دوت فانكشن في الاكس والواي. تمام. انت بيبقى عندك الكوردينتس اكس وواي هما اللي في البلين، والزد ده اللي هو نورمال للبليت. اللينس في اتجاه الاكس اسمه اي، واللينس في اتجاه الواي يبقى اسمه بي.
انت بتبقى عايز تجيب ايه في الاول في الاخر؟ بتبقى عايز تجيب حاجه اسمها الدبليو اللي هو الديفليكشن في اتجاه الزد. البي ده بيعمل بيندنج فبيعمل ديفليكشن للبليد دي في اتجاه الزد. فالواي الدبليو ديت برضو بتبقى فانكشن في الاكس والواي، وبتبقى دي المعادله بتاعتها سيريس كده، و اي ام ان في ساين ام باي اكس على ايه ساين ان واي ان باي واي على بي. انت كل همك في المساله انك انت تجيب الاي ام ان. لو جبت الاي ام ان دي يبقى انت كده حليت المساله. عشان نجيب الاي ام ان دي بنجيب حاجه اسمها الدي ام ان الاول، هي عباره عن قانون كده برضو محفوظ ومعاك يعني، بس انت من كتر الحل هتحفظه. بس باربعه على اي بي في انتجريشن دبل انتجريشن للبي اوف اكس اون واي فانكشن اوف اكس واي في الساين اللي هو بتاع الاكس وساين بتاع الواي دي اكس دي واي. انت لو حليت الخطوه دي تعتبر في مساله نافير هي اصعب خطوه، عشان انت بتعمل انتجريشن بيبقى فيه ساينسويد يعني ساين فانكشن وكوزاين وكده، فهو ده اللي بيبقى يعني يعتبر اصعب خطوه في المساله. لو انت عملت ده صح يعني اعمله بالراحه وما تتسرعش فيه، لو عملته صح المساله بعد كده هبل يعني، انت بتعوض بعد كده في القوانين اللي عندك خلاص يعني. وبعد كده بتروح تجيب حاجه اسمها دي برضو بتعوض في القانون كده بسيط قوي، يبقى هو مديك في المساله اللي هو الاي دوت اللي هو المودولس اوف الاستيسيتي والثيكنس والفي ديت اللي هي البوسونز ريشيو. بعد كده تروح تعوض في الاي ام ان بدلالة بقى بي ام ان اللي انت جبتها والدي والامات، يعني هيبقى فانكشن في الام والان. تمام، كل حاجه في الاخر هتبقى فانكشن في الام والان. تعوض بعد كده في ال W اللي هي بتاعتك اللي كانت فوق دي، هو هيقول لك خد مثلا ترم او ترمين على حسب، تاخد اول ترم او تاني او ترمين يعني، تعوض بالام بواحد والان بواحد، ام بواحد وان باتنين كده. تمام، مش هتزود عن ترمين يعني. بعد كده في المساله بعد ما انت جبت ال W تروح تعمل تجيب W X اللي هي التفاضل بتاع ال W بالنسبه لل X بارشل W بارشل X، بعد كده تجيب السكند ديريفاتيف برضو بالنسبه للاكس، وتجيب التفاضل بالنسبه للواي والسكند ديريفاتيف بالنسبه للواي، وتجيب التفاضل بالنسبه للاكس والواي اللي هو بارشل اكس بارشل واي. بعد كده تاخد الحاجات دي تعوض بيها في تجيب السترين والستريس. انت كده يعني جبت كل مطالب في مساله، هو برضو قوانين محفوظه يعني ما فيهاش اي حاجه. الزد دي عشان بس يعني تبقى فاهم ايه الزد، هي المسافة من ال لو اعتبرت البليت دي الثيكنس بتاعتها في نص الثيكنس، تقدر تقيس المسافة الزد دي اللي هي في اتجاه الزد دايركشن دي. فغالبا يعني هو بيقول لك هات الماكسيمم مثلا، فانت بتحط مش فاهم انت قصدك ان هي نص الثيكنس يعني؟ يعني بتتقاس من نص الثيكنس من الميد سيرفيس يعني. فاهم يعني بتقيس الزد دي من نص الثيكنس. فلو هو قال لك هات الماكسيمم مثلا ستريس، هيبقى فوق او تحت. فلو بتقول ان هو فوق مثلا في الـ السيرفيس اللي فوق، يبقى الزد دي هتبقى هي نص السيكنس. فاهم؟ تمام، دي خطوه في الاخر يعني. انت لو وصلت لهنا حتى وسبتها كده مش هي وعوضت يعني، مش يعني مساله تعتبر هيديك الدرجه يعني. فاهم؟ دي اول حاله في نافير اللي هو يبقى ديستريبيوتد لود بس. تمام، احنا لسه هنحل مسائل يعني، هو هيبان الموضوع اكتر بكتير لما نحل المسائل. في حاله تانية اللي قلنا ان هو يبقى عندك ديستريبيوتد لود وعندك ان بلين لود. بس في الحاله دي اللي فوق. نعم، دي السيجما اللي فوق دي اخر واحده. فين دي؟ ده الاستريس، دي هي السترين وده هو الاستريس. تمام، هو الستريس ديو تو اللود بنحلهم مع بعض يعني بالكالكوليتر. نعم، الماتريسيز دي بتتحل ازاي؟ لا مش بتعوض فيها، بس هتشوف، بس ما تسبقش الاحداث. ما تقلقش. عندك ايه؟ قلنا الحاله الثانيه ان عندك ان بلين لود وعندك ديستريبيوتد لود. في الحاله دي بس القانون اللي هيتغير هيبقى كان ديستريبيوتد بس. كان ديستريبيوتد بس، المره دي هزود بس ان بلين لود، يعني اللي هو يا تنشن يا كومبريشن يعني. فاهم؟ بشد في اتجاه مثلا او بضغط في اتجاه. في الحاله دي القانون الاولاني بي ام ان مش هيحصل فيه اي تغيير، هيبقى نفس الحاجه بالظبط.
اللي هيتغير عندي الـ AMM، هزود بس الترم ده الحتة دي. تمام. الـ NX دي هي النورم اللي هو الـ in-plane load في اتجاه الـ X، والـ NY الـ in-plane load في اتجاه الـ Y. positive لو هو tension، negative لو compression. بس يبقى بتزود حتة في القانون يعني، ما فيهاش أي حاجة. اوكي. بس خلي بالك ان دي فورس بير يونت لينس، ها، مش الفورس نفسها، فورس بير يونت لينس ال ان اكس وال ان واي دي. تمام. بعد كده القوانين الباقيه كلها نفسها، ما عدا يعني السترين نفسه هو اللي هيتغير برضو، بس هيبقى الاستريس هتزود معاه الترم ده. ده اللي ايه هيتغير في تي دي؟ الاستريس، الثيكنس. تمام، الثيكنس بتاعت البليت. ما فيش اي حاجه تانية هتتغير، فهي هي تعتبر مسالتنا فيير بس عليها حته زياده يعني. ماشي. قبل ما نحل المسائل لازم نبقى عارفين كده كم نوع من ال يعني الديستريبيوتد لودز اللي عندي بتبقى عامله ازاي، عشان هو ده مفتاح المساله يعني. يعتبر لو غلطت مثلا في الديستريبيوتد لود وانت بتجيبه، يبقى انت هتحل المساله كلها غلط في الاخر. ايوه. انا عندي جمعت لكم كده يعني المسائل اللي محلوله عندنا، جمعت لكم كل انواع اللودز اللي احنا حليناها قبل كده يعني، ان شاء الله مش هيخرج عنهم يعني، فاهم؟ هو ثانيه كده، انت عندك 1 2 3 4 5، 5 حالات. دي كانت اول مساله. عشان تجيب اللود صح لازم تخلي بالك من حاجتين يعني. اللود دوت اللي على الديستريبيوتد لود ده بيأثر على حاجتين، هيأثر على اللي هو الفانكشن بتاعت بي اوف اكس، بي از فانكشن اوف اكس اند واي دي، وهيأثر على الحدود بتاعت التكامل. تمام، مهم قوي تخلي بالك هو بيأثر فين هنا وبيأثر فين هنا، يعني عمل ايه في القانون ده، هيبقى شكله ازاي، وحدود التكامل هتبقى عامله ازاي. في الحاله بتاعتي لو انا عندي لود بالشكل ده اللي هو يعني واخد شكل مثلث في البلين اللي هي واي زد، دي واي زد بس كونستانت في اتجاه الاكس. تمام، يعني بيتغير بس مع الواي ما بيتغيرش مع الاكس، ايوه فاهم. فهيطلع في الاخر ان هو فانكشن في الواي بس. ازاي تجيبه؟ البي نود دي اللي هو بيديها لك بقى اللي هي الماكسيمم، هتقول بس ان هو السلوب، هي معادله خط، معادله خط مستقيم يعني، فهتقول ان هو السلوب في الواي، السلوب اللي هو البي نود على البي. تمام، يبقى بي نود على بي في الواي. لو جالك الشكل ده بيتغير مع مثلا كان عاكسها مثلا مخليها في الاكس، يعني بدل ما كانت تبقى بتتغير مع الواي بتتغير مع الاكس، كل هيتغير انك هتقول بي نود على اي في اكس. تمام، يبقى لو مع الواي تبقى بي نود على بي في واي، مع الاكس هتبقى بي نود على بي في واي، بي نود على اي في اكس اصلا. تمام، تمام. حدود التكامل هتبقى زي ما هي من 0 ل A ومن 0 ل B، يعني من اول اللود، من الاول للاخر بتاع اللود. انت بتشوف اللود بأثر فين، لو اللود مثلا كان حطيته لك لحد نص البليت مثلا، بساعتها كنت هتضطر انك تقول من 0 ل B على 2 ومن 0 ل A. تمام، بس هنا هو بيأثر على البليت كلها، فهتقول من 0 ل A ومن 0 ل B. الحاله تمام. الثانيه اهي ديت، انا نسيت ان انا كاتبها والله اللي انا كنت بقول لك عليها. هو عندي عندك سؤال، ايه هو على لو بعد شكل المثلث ده كملت بقى بشكل مستوي عادي على نفس الارتفاع اللي وصلت له، المعادلة هتتغير ازاي؟ هيبقى في ترم زيادة يعني؟ لا، لو انت يعني هي جزء منها بيتغير مع بشكل مثلث وجزء مستقيم يعني، اه هي ما قابلتنيش حاجة زي كده، بس غالبا يعني هتفصل التكامل بقى اه يعني قصدي يعني. هيبقى في ترم زيادة في الـ PXY. يعني هتبقى الفانكشن دي جزئين، فاهم يعني؟ تو فانكشنز مش فانكشن واحد. من مثلا من 0 ل بي على 2 هي تبقى هي دي، ومن بي على 2 لحد اسمها ايه، لحد بي هتبقى بي نود كونستانت. تمام. ساعتها التكامل هتضطر انك تفصله 2 بقى جزئين، مش تكامل الواحد، هيبقى تكامل يعني زائد، تفصل الفانكشن تو تيرمز يعني. اوكي. تمام. تمام، بعد كده في حالة كمان، لو عندك الديستريبيوتد لود عبارة عن اسمهم ايه اللي هو بيأكت على لاين يعني،
أيوة. مش بياكت على اريا، بياكت على اللاين. هو مديك ان هو ان نود باليونت لينس، هنا كان على الاريا كلها، هنا باليونت لينس بقى بس. فهتعمل ايه عشان تتعامل مع الحاله دي؟ هتفرض ان الـ ان الـ ان نود ديت عندك بتاكت على اريا صغيره، الاريا دي اللي هي اللي انا مهشرها هنا دي، تمام؟ هتكون كان الاريا بتاعتها اللينس بتاعها 2 دي، الاريا بتاعتها 2 دي في ايه، تمام؟ 2 دي ديت ليه سميناها 2 دي؟ لان انا واخد كان يعني لو قسمت الاريا دي نصين هيبقى هنا دي وهنا دي. دي ديت كانها مسافه صغيره قوي، يعني حاجه صغيره جدا، فاهم؟ تمام. وهو بيقول لك ان الدي ديت ان نود دي بتاكت عند واي نود، مسافه واي نود. الواي نود دي هتتقاس منين؟ هتتقاس من النص، من السنتر. فانت لو عايز تحط عايز تحط حدود التكامل بتاعك، هتكامل من هنا لهنا، يعني من اول واي نود ناقص دي لحد واي نود زائد دي، تمام؟ يبقى ده كده انا عرفت حدود التكامل بتاعي هتاثر ازاي. الفانكشن نفسها بقى هتبقى ان نود على 2 دي، تمام؟ اوكي. ان نود على الاريا بتاع على اللينس بتاعي ده 2 دي، وحدود التكامل من صفر لاي، عشان الاي هي ما بتتغيرش مع الاي، بتتغير مع الواي بس، او يعني بياكت على الحته اللي هي في الواي دي. فحدود التكامل بتاعت الواي واي نود ناقص دي لحد واي نود زائد دي، تمام؟ تمام. في حاله كمان دي كانت جات لنا في الكويز تقريبا، مساله الكويز، كان اللود كونستنت ده اللي انا بس. كان قصدي عليه بقى، ان هي لو طلعت بشكل هرمي كده بعد كده كملت بالمنظر ده. لو كملت المنظر ده كده كونست بي نود، ما بيتغيرش مع الاكس والواي بس. الفكره ان هو حدود التكامل هي اللي هتبقى مختلفه. حدود التكامل هنا من صفر لاي ومن صفر لبي على 2، صفر لاي وصفر بي على 2، تمام؟ انت كان قصدك ان هي البي اكس واي هتبقى ترمين، ولما نيجي نعمل انتجريشن هيبقى كل ترم ليه حدود تكامل مختلفه. اصل انت الحاله بتاعتك اللي بتقول عليها مثلا، لو حطيت هنا مثلث مثلا، صح؟ لا، هي الجزء ده ابتدت بمثلث وانتهت بالمنظر ده، يا اما ماشي، عادي يعني تبتدي بالمنظر ده وتنتهي بمثلث بالنجم. في الاخر هتبقى جزئين، فاهم؟ مش جزء واحد، بس يعني كانك لو هي بتحل هنا بالمنظر اللي وهنا. انت عامله دلوقتي والمثلث نزل لغايه لما لمس الارض، هتبقى المعادله بتاعته والترم بتاعه بالنيجاتيف، صح؟ يعني اعمل له معادله بقى، اعمل معادله خط مستقيم يعني، فاهم؟ بس هيبقى فيه السلوب اكيد هيبقى بالنيجاتيف، لان هو بيقل. هنا كان تمام. السلوب بيزيد بيزيد. كده، هنا هيبقى معكوس، السلوب هيبقى بيقل. تمام. هتبقى معادله ارخم شويه في شكلها يعني، بس يعني تعمل يعني، فاهم؟ مش حاجه صعبه، بس غالبا هو مش هيجيب حاجه يرخم عليك بيها قوي كده يعني، شوف. عشان التكامل برضو ما يبقاش رخم قوي يعني، تمام؟ ماشي، ايه بقى المنظر الجديد؟ الحالة دي لو انت عندك مثلث في بيتغير مع الاكس، مثلث في بيتغير مع الواي، فاهم؟ يعني مثلثين، فهمت. فاهم؟ وهنا بينزل بقى كده، يبقى هنا بصفر وهنا بيتغير وهنا بيتغير. هو طبعا لو اترسم 3 دي هيبان احسن من كده يعني، اظن مفهوم يعني. في الحالة دي ده شكل المعادلة، يعني هو فبي نود اوطى حته اللي عند صفر السنتر يعني. وبتزيد صفر لغايه لما توصل لاي وبي. الماكسيمم بتاعها هنا، تمام. فهمت. وهنا بيتغير بشكل مثلث وهنا بيتغير بشكل مثلث. اوكي. هيطلع عندك شكل الفانكشن كده، بي نود على اي بي في اكس واي، تمام؟ حدود التكامل برضو اللود واخد كل الاريا، فيبقى من زيرو لاي ومن زيرو لبي. في شوية بس كلام كده على الفانكشنز اللي هي الساين والكوزاين، عشان تعرف تعمل الانتجريشن بس ما تتعبش فيه يعني. تبقى فاكر بس شكل الرسمه بتاعت الساين وشكل رسمه الكوزين لو احتجتهم، وتبقى فاكر اللي هما الاثنين دول، والاثنين دول مهمين قوي. ان عندك الساين ان باي بتساوي صفر، وساين ان باي على 2 لو هي الان اود هتساوي يا واحد يا نيجاتيف واحد، لو الان ايفن تبقى صفر على طول، تمام؟ انت مش محتاج تحفظهم قوي يعني، بس تبقى فاهمهم يعني، بس انت لو فكرت فيها كده هتلاقي نفسك هتفتكرهم يعني. لكن الكوزاين ان باي بقى مش زي الساين، لا، كوزاين ان باي هتبقى ايه؟ لو ان اود تبقى بنيجاتيف واحد، لو ان ايفن تبقى بواحد، وتديك في الاخر الشكل ده، عشان دي مهمه قوي، بنفكها في الانتجريشن كتير يعني، بتستعملها كتير قوي في الانتجريشن، الشكل ده كده. اللي هو لو الان، يعني لو الان دي كانت اود
هتطلع نيجاتيف واحد، لو ال N دي كانت even هيطلع واحد اللي هو ده. تمام؟ مش سؤال بس، هي الساين ان باي على الاثنين لو هو ايفن هيبقى على طول بزيرو؟ اه يعني مثلا لو الان باربعه مش هتبقى ساين باي على الاثنين، والباي على الاثنين هنا بتساوي واحد في الرسمه اللي انت راسمها. ثانية أربعة تبقى 2 باي، 2 باي هي بصفر. اه لا سوري اتلخبطت. انت زي الفل كده. تمام. الكوزاين ان باي على 2 بقى هي هتبقى عاملة زي دي، فاهم كده؟ لو الان اود تبقى بصفر، لو الان ايفن تبقى يا واحد يا نيجاتيف واحد. تمام. يا واحد يا نيجاتيف واحد دي بتتحدد من الرسمة بقى صح؟ يعني انت بتسيبها ايفن بقى على حسب انت ساعتها، يعني هتشوف هي بتحدد من الرسمه. ايوه فعلا، يعني في جزء هتلاقيها شويه ايفن وشويه، قصدي شويه واحد وشويه نيجاتيف واحد. لو انت عايز تفصلها قوي يعني تقدر، بس احنا مش هنحتاج ان احنا نفصلها مش بالتفصيل قوي يعني. اوكي. وخلي بالك من لو عندك نيجاتيف واحد مضروبه في نيجاتيف واحد باور ان، بل كانك هتقول نيجاتيف واحد باور ان بلس واحد، ده نفس البيز، يبقى هتجمع الباور. تمام. اه تمام. تمام. نبدأ بقى في أول مسألة إن شاء الله، يعني دي اللي هي أول مسألة في الشيت. نافير بيقول لك write down the expression for W and sigma Y for اللي هي ال SSS rectangular plate under shown hydrostatic pressure، عليها pressure. calculate the value of W والماكسيمم فاليو في سيجما واي عند البليت سنتر. البليت سنتر اللي هو ايه؟ يعني تبقى نص الدي ونص الايه، في النص كده بالظبط. دي يعني اغلب المسائل بيقول لك كده دايما، نحسب لي عند السنتر، تعوض بقى باكس بنص والواي بنص. هو برضو معظم المسائل بيقول لك ان الايه بتساوي بي بتساوي واحد عشان ما يتعبكش يعني. بيبقى مديك بقيه الداتا، مديك الثيكنس، مديك الاي، مديك البوسوند ريشيو، مديك البي نود ده بكام. عايز شيل اكس بنص والواي بنص دي ما... في حدود تكامل قصدك يعني؟ لا يعني كوردينتس في النص، مش هو بيقول لك البليت سنتر فين؟ البليت اه سنتر ايوه ماشي عند اكس بنص وواي بنص. اوكي. بس هو مديك الاي وبي بواحد يعني، فاهم؟ هو دي واحد ودي واحد. تمام. انا مش هحل من عنده هنا، انا هشوف الحل بتاعي عشان هو عامل غلطة غالبا. تقريبا كان عامل غلطة، اه كان المسألة دي كان عامل غلطة، لا ما كانش عامل غلطة المسألة دي، بس هو حل يعني جمعة بيختصر في عايزين الحل الحل شوية. بتاعك يا باشمهندس عاطف. هو بيختصر في الحل شوية، فانا ايه بفصل لكم الدنيا عشان انا عارف انكم ايه هتتعبوا من اللي هو عامله. انت عندك اللود اهو، اول حاجة هبدأ بيها اجيب الدي as a function of x and y. الحالة اللي عندنا ديت اللي هي كان بيتغير مثلث وبيتغير مع الواي بس، يبقى بي نود على بي في واي. انت عارف ان البي نود ب 1000 والبي ب 1، تقدر تحطهم ايه؟ يبقى 1000 واي. في ناس بيحبوا يحلوا سيمبوليك وناس بيحبوا يحلوا يعوض بالارقام. انا عن نفسي بحب اعوض بالارقام، هو بيحل سيمبوليك، انا بعوض بالارقام على طول عشان ما اقعدش بقى اسيب ايه وايهات وبيهات تحت كده وشكل رخم. مع نفسه فهجيب بقانون بي ام ان، ده قانون بي ام ان اهو، هعوض عن ال A وال B بواحد، وديت هتبقى 1000 واي، فال 1000 هتطلع بره بره التكامل خالص، فتبقى ايه 4000. هفك التكامل بتاعي الاثنين، جزء على الساين اللي هي اكس وجزء على الساين واي مضروبه في الواي. تمام. تمام. هاخد الجزء الاول ده اللي هو هيبقى عندي بقى من صفر لواحد او من صفر ل A يعني، ساين ام باي اكس، وبرده الاي دي بواحد فدي اكس. ده سهل، ده اصعب شويه اللي هو هيبقى الواي في ساين ان باي واي دي واي. ده هيضطر ان انا اعمل باي بارس، انتجريشن باي بارس، ده هعمله على طول. فدوت لما يتعمل على طول كده اللي هو هيطلع تكامل الساين بنيجاتيف كوزاين ام باي معلش بس اكس. حاجه تكنيكاليتي بسيطه كده، لو كانت الحدود انت وزعتها على اساس ان هي من 0 ل A بتروح مع الدي اكس، ومن 0 ل B بتروح مع الدي واي صح؟ يعني ال A الايهات مع الاكس والبي مع الواي. تمام. اوكي عشان ال A في اتجاه الاكس والبي في اتجاه الواي. تمام. ثانية كده.
يبقى تكامل الساين ام باي اكس بالنيجاتيف كوزاين ام باي اكس، وتقسم على كوفيشنت الاكس اللي هو باي ام باي، حدود تكامل من صفر لواحد. الانتجريشن بقى دوت، ده الريزلت اللي هيطلع من الانتجريشن باي بارتس، انا مفصله لكم هنا اهو ازاي يتعمل. انك انت بتقول ده كان التعريف بتاع الانتجريشن باي بارتس، اللي هو انتجريشن يو دي في بيساوي يو في في ناقص انتجريشن في دي يو. فانت بتقول ان الواي اليو مثلا هي الواي، وتقوم جايب لها الدي يو، يعني دي بتساوي دي واي. وبعد كده تقول ان الدي في هتساوي الجزء ده كده اللي هو ساين ان باي واي دي واي، تقوم عامل لها تكامل هتطلع بالشكل ده، تقوم معوض في القانون. هتضطر انك تعمل انتجريشن للكلام ده تاني، هيطلع لك اللي هو ايه الشكل ده، انتجريشن النيجاتيف كوزاين ان باي واي على ان باي، تطلع ساين ان باي واي على ان باي اول سكوير. والحته ديت اللي هي هتبقى يو في في هتضربهم في بعض، تمام؟ تمام. اللي هو اليو ديت اللي هي الواي في الفي بتاعتك، وحدود التكامل من صفر لواحد برضه. ولو انت عندك اي طريقه تانية تعمل بيها دوت براحتك، يعني كان في كذا طريقه تعمل بيها الباي بارت، مية مية دي مش صعبة. تطلع الريزلت يعني. ماشي تمام تمام خش على بعض. عشان في شويه ناس هتتحانك يعني منهم طارق. ماشي. في الاخر هنا انت عندك دي نيجاتيف، يعني تقدر تشيل النيجاتيف وتقلب حدود التكامل، تمام؟ فهيطلع عندك تعوض بصفر ام باي، اولا خد الام باي دي بره طلعها بره، تمام؟ هيطلع لك بقى كوزاين ام باي في صفر، اللي هو هيبقى بواحد، تمام؟ كوزاين الصفر تمام. بواحد. وعند لما تعوض ناقص بقى كوزاين ام باي متعوض عن اكس بواحد، سيبها زي كده دلوقتي. تخش على الترم الثاني ده برضو لما تعوض بحدود التكامل هيطلع لك كده، تمام؟ اظن هتعرف تعوضه يعني، تمام؟ في ترمات هتروح وبتاع مع الساين، يعني هيبقى لك الايه لما تعوض بواحد هيبقى لك الترم ده بس كده. خد برضو ال n باي دي بره، تطلع لك m n باي سكويرد، تمام؟ وشيل ده كده. لو تفتكر بقى الكوزين m باي دي اللي هي زي كده، لو تفتكر اهي كنا شلناها وحطينا نيجاتيف واحد باور ام، تمام؟ تمام. عشان تحط نيجاتيف واحد باور ام بقى، ودوت برضو هتفكه بنفس الطريقه، بس نيجاتيف الاشاره النيجاتيف دي هتفكها نيجاتيف واحد كده ونيجاتيف واحد باور ام. عشان لو تفتكر الكلام ده كنا فكيناه لايه؟ لنيجاتيف واحد باور ان بلس واحد، تمام؟ معلش تاني بس القوس اللي هو التاني ده دي تاني ازاي؟ معلش كوزين ان باي زي دي كده بالظبط، تطلع نيجاتيف واحد باور ان، صح كده؟ والنيجاتيف واحد وتروح اللي جنبها. تشيلك نيجاتيف، نيجاتيف واحد اشاره نيجاتيف واحد. ايوه صح معلش. انا بفصلها لكم بس جت منين عشان تعرفوا دي جت منين، يعني والان باي اللي تحت طلعت بره. تمام. من الاول كنت طلعتها. الترم ده هيبقى ليه قيمه لما الام تبقى اود بس. ليه؟ لان لما الام تبقى ايفن هيطلع لك واحد ناقص واحد، يعني كل الترم ده صفر. لما الام تبقى اود هيطلع واحد ناقص ناقص واحد اللي هو باتنين يعني، تمام؟ لحظه تمام. فهتقول ان الام اود وتاخد القيمه اللي هي لما كانت اود اللي هي كانت ب2 هتطلع بره بقى، تطلع هتضرب 2 في 4000 تطلع لك 8000، تمام؟ ونجمع باورات القوس الثاني والقوس الثاني ده يبقى هو ده المنظر بتاعك. انت لو وصلت للشكل ده انت كده خلصت المساله يعتبر، يعني الباقي كله حاجات سهله، تمام؟ هتعمل ايه بعد كده؟ اهو جايب البتاع خلاص، هتجيب الدي تعوض بالحاجات اللي عندك، تجيب الدي بعد كده تعوض في قانون الاي ام ان، تمام؟ هيطلع بدلاله الام والان بس، تلاقي كله ارقام، تقول له ان الام اود برضه، تروح تعوض في الدبليو، هيطلع دي الدبليو شكلها كده او كده، يعني لو انت حابب معوض ارقام على طول. هو كان طالب عند النص، فانت ممكن يعني الخطوه دي ممكن تعملها وممكن تعملهاش دلوقتي، يعني هو بيقول لك عوض عند ال جاب لي مسج ان الميتنج بقى انليمتد. بجد والله. هما تقريبا عارفين انك بتعمل الكلام ده في الخير، فاهمني؟ يدوك دايما انليمتد.
طب كويس والله. تمام. تمام. بس فانت يعني هتطلع، طالما طلعت الاكسبريشن ده كده، انت يعني خدت جزء كبير قوي من المساله يعني، فاهم؟ ويت كبير من المساله على الكلام ده كده. اوكي. لحظه كده. نأجل بس دي كده دلوقتي. هو بيقول لك عايز الفيرست مثلا ترم، كان قال لك تقريبا خد، هو ما كانش قال هنا تقريبا في المسألة دي، بس هو انت بتاخد ترم يعني او ترمين بالكتير، بس هو هنا واخد ترم واحد. تمام. يعني ايه ترم واحد؟ يعني هتحط الام بواحد والان بواحد. تمام. بس لازم تخلي انا عايز بالك اخد ترم تاني. استنى بس، لازم تخلي بالك الام والان دول ايه يعني. لو الام اود ما ينفعش تحط الام باتنين مثلا. لو الام دي مثلا بيقول لك ان هي ايفن بس، يبقى مش هينفع انك تاخد اول ترم تحط الام بواحد، ما هي مش بواحد اصلا، هي ايفن. يبقى ساعتها هتضطر انك تحط اول ام تبقى باتنين. تمام. فهمت. هنا الام بواحد عادي، والان ما عليهاش اي حاجه، فهتحطها بواحد برضه. يعني اول ترم هتحط الام بواحد والان بواحد، حط كده هنا الام بواحد والان بواحد، هيطلع لك الشكل ده. تمام. ده كده تمام. اول ترم. تاني ترم هتحط ام بواحد وان باتنين، يبقى تثبت الام وتغير الان يعني. تمام. تمام. هو كان عايزك تحسب عند النص، ممكن من الترم ده كده عوض بس عن يعني قصدي الترم ده معلش، تعوض عن الواي بنص والاكس بنص، يطلع لك الشكل ده. معلش احنا هنقعد بنصص ليه؟ هو عايزك تحسب عند نص البليت. تمام. انا ما اعرفش النص ده عامل لك ازمه ليه الصراحه، يعني نص البليت يا ابني مش حاجه صعبه يعني. معلش. بعد كده عشان بقى تجيب السترين والستريس، لازم تجيب التفاضلات. يبقى هتمسك الشكل ده كده، الترم الواحد اللي انت جبته ده هنا، تبدا تعمل له بقى ايه، تفاضله بالنسبه للاكس مره، بعد كده مرتين تفضلوا بالنسبة للواي مرة، كده مرتين تفضلوا بالنسبة هو للإكس كان مرة. عايزنا نستعمل ترم واحد بس في حل ال W. هو هنا ما قالش، بس هو في المسألة هيقول لك يعني ترم أو ترمين بالكتير، بس غالبا هيبقى ترم واحد يعني. أنت تمام. هتقعد تعمل تكاملات، أصلي قصدي ديفرنشيشن، فمش هيقرفك يعني. تمام. تمام؟ أكيد هتعرف تعمل ده يعني، مش حاجة صعبة. ده أنت بتعمل، خلي بالك ده ديفرنشيشن مش انتجريشن، ها، عشان الساين لا لا والكوزاين مش تظبط الانتجريشن والديفرنشيشن بتاعه. اوكي. طب طلعت دولت، تعوض في القانون بتاع ال اسمها ايه، السترين اهو، ذا فانكشن اوف زد يعني. هو سيبه كفانكشن اوف زد كده، طالما هو ما قالكش تحسب فين. تمام. اوكي. هو انت مش محتاج تعمل ال ثانيه كده. ماشي. هو عايزه عند النص برضو، فانت هتعوض بالنص هنا الانصاص، هيطلع لك الشكل ده كده، ده الفاينل ريزلت بتاعك. والسترين الاستريس برضو كذلك، هتعوض في القانون بتاعه، يطلع لك الشكل ده. سيبها زي ما هي كده، ما تقعدش معلش بس تضرب يعني في التست ده. هي ايه حوار الابسلون اكس دي اللي هي عبارة عن الدبليو اكس يعني؟ هو خلي بالك، انا مش بكتبها لك كده يعني في الورق اللي انا عامله، عشان برضو انا عارف انكم هتتلخبطوا. لو انت بصمجه يعني وكده، خد الفاينل شيب على طول. تمام. دبليو اكس اكس دبليو واي واي 2 دبليو اكس واي. تمام. تمام ماشي. ودوت برضو يعني السترين بيبقى فانكشن في الدبليو، اللي هي السيجما اكس ديت، هي مش السيجما، انا مش فاكر العلامه كان اسمها ايه. العلامه دي كان اسمها ايه؟ ابسلون باي. علامة الاي دي ابسلون. ابسلون اكس وابسلون واي وابسلون، واللي هي الجاما اكس واي ديت، هيتفكوا يبقوا الشكل ده في الاخر. فانت خد ده على طول يعني. تمام. تمام. تعويض يعني، اظن الخطوه دي ما فيهاش حاجه، صح؟ لا زي الفل، تاني مساله هنسيبها على خدت المنظر ده فيها. كده بس. ما تقعدش تتحانك يعني مع حاجات اللي هي ما عليهاش درجات كتير دي، ما فوقك منها يعني، ما تقعدش تعمل فيها شغل كتير، ما تضيعش وقت فيها. بروبلم 2 كان بنفس الحاله اللي هي بتاعت ان انا عندي ديستريبيوتد لود على خط. تمام. تمام. ف
شكل اللود كان هيبقى كده، انا هحل بقى من عندي لان هو هنا كان عامل غلطه في الحل. تمام، يبقى انا هقول ان هو ثانيه كده كمان، كان عامل غلطه هنا. هتقول ان هو ان نود على 2 دي زي ما قلنا، حدود التكامل هتبقى من 0 لايه، من واي نود ناقص دي لحد واي نود زائد دي. تمام، خلي بالك ان هو هنا بيتغير مع الايه الاكس، يعني قصدي بيتغير مع الواي في اتجاه الواي، فحدود التكامل هتبقى من عند الواي. لو جالك في الامتحان مثلا وقام حطيته لك كده بالعكس، بس ساعتها حدود التكامل هتبقى اكس بقى، اكس نود ناقص دي، اكس نود ناقص دي، واكس نود زائد دي، ومن 0 لبي مثلا. فاهم تمام. القانون الطبيعي بتاعنا؟ تعوض عن البي ديت وتطلعها بره، تبقى ان نود على 2 دي، والاي والبي بواحد. تمام، هيطلع لك كده بره، وبعد كده تفك التكامل لجزئين، جزء مع الاكس وجزء مع الواي. الجزء بتاع الاكس برضو ما فيهوش اي حاجه زي المساله الاولانيه بالظبط، الجزء بتاع الواي بس اللي هيتغير شويه، هيحتاج شغل شويه زياده. تمام، هتعمل الانتجريشن وتعوض بحدود التكامل عندك. خلي بالك هنا كان في نيجاتيف، فانا عكست حدود التكامل وعوضت، يعني شلت النيجاتيف وعوضت. هيطلع لي الترم الاولاني ده انا عارفه قبل كده، اللي هو من هنا. الترم ده انا عارف ان هو هيطلع، هيبقى الام هتبقى اود، وهيطلع لي 2 في الاخر، يعني هشيل واحط مكانه 2 واقول ان الام اود. الترم ده هو اللي فيه الشغل شويه، اللي هي يعني لما يبقى عندك كوزاين تو انجلز، واللي هي السميشن او السبتراكشن بتاع تو انجلز، والساين برضو بتاع السميشن سبتراكشن بتاع تو انجلز. الكلام ده لازم تبقى حافظه كده، تفتكره معاك في مساله. لو عندك كوزاين سيتا زائد فاي بيساوي كوزاين سيتا كوزاين فاي ناقص ساين سيتا ساين فاي، هنا الاشاره بتتعكس مع الساين، كان بيقول لك ان هو ساين سيتا كوزاين سيتا زائد ساين فاي كوزاين فاي، هنا الاشاره ما بتتعكسش، يبقى في الكوزاين بس اللي الاشاره بتتعكس. دي كوزاين، هتطبق القانون ده. تمام، يعني هتقول ان الثيتا دي هي ان باي واي نود، والفاي دي ان باي دي، وتعوض. وهنا كذلك هيطلع لك الشكل ده في الاخر، ترم كبير شويه معلش، بس هو تعويض يعني كله في قانون. هتلاقي ان الترم ده راح مع الترم ده، وبقى لك الترم ده نفس الترم بس يبقى هتضرب في 2، يعني كل الترم ده كده وتضربه في 2. تمام اهو، والجزء اللي بره ده زي ما هو، ما فيهوش حاجه اتغيرت. عشان تخلص بقى من الدي ديت، من الترم الغريب اللي هنا ده، خلي بالك احنا قلنا الدي ديت مسافه صغيره جدا، فعشان الدي دي مسافه صغيره، لو تفتكر ان ساين انجل الصغيره بيساوي الانجل، التحنيكه بتاعت الهندسه دي، فاهم؟ يعني ساين سيتا لو سيتا صغيره يبقى ابروكسيمتلي بيساوي السيتا، فانا هشيل الكلام ده واحط مكانه دي، فالدي اللي هنا دي هتروح مع الدي اللي بره هنا. تمام، ويبقى لك الترم ده كده، والاثنين دي هتتضرب في الاربعه، يبقى لك 8 ان نود على ام باي في ساين ان باي واي نود، والام قد جمعه بس لما حل نسي يضرب في 2، يعني بس دي الغلطه اللي هو عملها. هو ليه لازم الام تحت تبقى قد؟ من الترم ده. ايوه سوري. تمام، المساله الاولانيه فاكر نفسها بالظبط؟ ايوه لا انا فاكر، انا افتكرت في حاجه تحت، يعني لازم لا الام لا اللي تحت دي تبقى قد. لا لا مش الكونديشن ده جاي من هنا يعني، مش اوكي فاهم. والايفي والان ما علاش اي كونديشن لحد دلوقتي، ما فيهاش حاجه. فانت برضو هي نفس المساله بقى، تكمل الحل زي ما عملنا المره اللي فاتت بالظبط. تمام، اتعوض برضو نفس الشكل بالظبط. تمام، مش هقعد اضيع فيها وقت يعني. خلاص تمام تمام، من بعد اللي بيذاكر بس يعني يحل الجزء ده بايده. تمام، وياخد لا مثلا كله المساله كله هيتحل مثلا بإيدي إن شاء الله. يعني، لا في ناس مش هتحل بالايد، اللي مش عايز يحل بايده قوي او ما عندوش وقت يحل كتير، يعني يحل مساله كامله بايده، وبعد كده الباقي كله يظبطه بعينه، بس اهم حاجه جزء التكامل ده يعمله بايده برضه، عشان جزء التكامل ده هو اللي ممكن يغلط فيه يعني. تمام يا وهي كلها باشمهندس. كام مساله يعني، مش مسائل كتير. دي مساله الكويز.
مسألة الكويز برضو كانت مسألة سهلة جدا، بيقول لك إن هو عندك نافير، برضو عندك بليت عليها لود ثابت كده. طالب عندك هنا بقى، كان طالب ايه، عايز الدبليو عند السنتر اللي هي نص ونص يوزنج تو فيرست تو تيرمز، بس طالب الدبليو بس، مش طالب بقى ستريس ولا سترين والهبد ده، تمام. فانت هنا هتبدأ مسألتك عادي خالص، تجيب البي البي تساوي البي نود، تعوض في تكامل البي ام ان، تمام. بس خلي بالك حدود التكامل هنا هتبقى من صفر لايه، من صفر للبي على 2، عشان اللود عندك من صفر للبي على 2 مش مكمل للاخر، لكن مع الاكس هو مكمل من الصفر للايه. تحل التكامل دوت سهل جدا يعني، مفيش اي حاجه. في الحاله دي هيطلع لك ده، انت عارف الشكل ده اكيد حفظته خلاص. تحط ان الام خلاص الترم ده بس هو اللي هيبقى مختلف شويه، 1 ناقص كوزاين ان باي على 2، سيبه زي ما هو يعني، ما تقعدش تتحانك. احنا في الكويز قعدنا نتحانك كده ونعمل ان هو لازم الان تبقى يبقى الام الان لا تساوي من 4 4 6 8 و8، الهبد ده كله يعني فكك منه، مش لازم تعمله، هو خليك سيمبل وسيبه زي ما هو كده، تمام. الموضوع اوكي سهل جدا اهو كده، تمام. يطلع لك الشكل ده، لو شلت الهنا اللي حطيتها ب2 يطلع لك 8 بره، ويبقى هو ده الفاينل ريزلت. تعوض في الاي ام ان، جيب الدي يعني الاول طبعا، بس عوض في الاي ام ان والدي وكده، وتعوض في الاكسبريشن بتاع الدبل. قال لك ايه دي يوز دي هجيبها ازاي معلش؟ هشتمك ولا ايه يا عبده؟ حرام عليك والله، حرام عليك. ايه معلش يا ابني اهي، بقالنا سنه بنحسبها. لقيتها هي تحت خلاص تمام زي الفل لا والله لا، اطلع لك فوق عشان اوريها يا لك عم شفتها خلاص والله اهو اهو. ماشي، اي تمام تمام. قال لك يوز فيرست تو تيرمز. انت عندك ان الام اود يعني، يبقى تحط واحد الام، الفيرست تيرم هتبقى الام بواحد والان بواحد، السكند تيرم الام بواحد والان باثنين، تمام. تعوض تجيب الام ان هنا والام ان هنا، وتعوض في الاكسبريشن. بعد كده قال لك عايز عند السنتر بتاع البليت تشيل الاكس والواي تحط مكانه النص، تجيب الرقم هيطلع معاك كده، يطلع كده. خلصت المسألة، تمام. تمام أظن سهلة يعني. انا سالك فعلا الحالة دي بقى البروبلم 4 دي الوحيدة اللي على فيها ان ديستريبيوتد بلين لود وان بلين، تمام. كان بيقول لك ان ايه، عايز تو كيسز، ان الان الانات دي تبقى تنشن ومره تبقى كومبريشن، تمام. هتحل المساله مره انها تنشن ومره كومبريشن. المساله دي بالظبط بالظبط زي المساله يعني، خلي بالك الان ديت الان بلين لود ما بيأثرش على البي، على البي ام ان، فالبي ام ان زي المساله الاولانيه بالظبط، ما فيهوش اي فرق، فمش هنبص عليه تاني يعني، هيطلع نفس الريزلت بالظبط. كل اللي هيفرق معاك اوكي القانون بتاع الاي ام ان. عايز هتعوض اقول بس سي ترم تحت اوكي الترم الزياده ده، قال لك ان الان هنا تنشن يبقى هتعوض ان بوزيتيف، كان مديك قيمه الان يعني، بيقول لك ان هي بكام، بيقول لك ان هي ب 10 ب 10 كيلو نيوتن بير متر. فك طبعا الكيلو نيوتن يعني الاول، ضرب في تايم 10 باور 3، يبقى هتحط 10 في 10 باور 3، تمام. هنتعامل بالنيوتن بير متر صح؟ على حسب اليونت في المساله يعني، بس نافير كله متر ونيوتن وكده، تمام. بس تعوض بس في قانون وتكمل مسألتك عادي خالص. W برضو الكلام ده، هو هنا كان طالب ستريسز وكده. الحالة التانية هتعوض ان هو نيجاتيف، يبقى تحط هنا بالنيجاتيف بقى، تكمل مسألتك برضو، يطلع القانون كده وتكمل. مش لازم تعملها بإيدك يعني الكلام ده، بس تفهم الكلام ماشي ازاي. خلصنا كده الحالة بتاعت الانجلين وخلصنا النافير، سهل صح؟ تمام نخش في حاجة تانية اسمها ليفي. هو ليفي، ليفي ده يعني أصعب شوية من نابير، أو أصعب كتير بس عشان الماس اللي فيه رخم بس. وهو غالبا مش جاي في الامتحان، بس لازم نقوله برضو عشان لو الدكتور غفلنا وجابه يعني. تمام في حالة ليفي بقى، أنت بيبقى عندك ديستريبيوتد لود،
قصدي بيبقى عندك لود عادي يعني ونفس بليت، بس بيبقى فيها بدل سيملي سبورتد من الفور ايدجز عندك في تو جنرال ايدجز اس جي اس جي. الجنرال ده اللي هو ايه يعني، يبقى فيكسد يا اما سيملي سبورتد يا اما فري كده بقى، اي حاجه من يعني هو عايز يتخيل. في الليفي دوت في حاجه اسمها، اهم حاجه تفهمها الباوندري كونديشنز عشان تعرف تحل المساله بتاعتك، ان كل حاله من الحالات دي يعني الفيكسد والسيملي سبورتد ليهم باوندري كونديشن معين. الباوندري كونديشن ده بيفرق في ايه، اللي هو عندك يعني لو هي فيكسد، الايدج الفيكسد مثلا كان بارلل للواي اللي هو دوت دولت كده، هتعوض في الكونديشن ده ان الدبليو تساوي صفر والبارشال دبليو على بارشال اكس بيساوي صفر. لو كان الايدج الفيكسد هو البارلل للاكس، هتعوض في الكونديشن ده دبليو بتساوي صفر وبارشال دبليو على بارشال واي بيساوي صفر عشان هو بارلل للاكس. يبقى لو بارلل للواي هنا يبقى اكس، بارلل للاكس هنا يبقى واي. تمام سيمبلي سبورتد برضو نفس الكلام، ليه كونديشن بس هنا الفرق ان هو يبقى سكند ديريفاتيف، بارل للواي يبقى هنا اكس، بارل للاكس هنا يبقى واي. في ليفي كان في حاجه كده يعني، هو دايما عشان يبسط المساله بيعتبر ان الاكس في النص من هنا، الاكس اكسس مش بقى هنا يعني، الاوريجن مش هنا، الاوريجن هيبقى في النص كده هنا. تمام عندك الاكس ماشيه في النص والواي ماشيه هنا والزد عمود، والمساله هنا تتفصل بقى بي على 2 وبي على 2 وايه، والايدج اللي هو هيبقى بارل للواي هيبقى هو السيمبلي سبورتد، والباقيين اللي هو البارل للاكس هيبقى هو ده الجنر. مش هتقول ايه دي مش صعبه يعني، الدبليو والدبليو الفكه بتاعت الدبليو لا هو المشكله هنا بقى ان الماس رخم شويه، لان هو بيحل مساله بارشال ديفرنشال ايكويشن في الاول في الاخر. كان الدبليو عندك هتبقى دبليو هوموجينيوس ودبليو بارتيكولر، في جزء هوموجينيوس وجزء بارتيكولر، تفتكر الكلام بتاع الديفرنشال هتتفك بحاجه كده. انت كل همك في مساله انك تجيب الاف ام دي والكي ام دي. تمام الكي ام دي سهل انك تجيبها شويه، لان هو يعني انا هرجع للاف بس هخلص الكي الاول. لو كان البي اللود اللي عندك فانكشن في الاكس بس، تمام يعني ما بيتغيرش مع الواي دي، يعني بيتغير مع الاكس بس اتجاه الاكس ده، الكي ام هنا هيبقى ده شكلها. تمام بي ام في اي باور 4 على دي باي باور 4 ام باور 4، البي ام دي اللي هي دي قانون برضو هتعوض فيه. تمام المسائل كلها هتبقى كده يعني، لو هو يعني حب يجيب ليفي هيجيبها لك كده مش هيرخم عليك. بالنسبه للاف ام دي اللي هتبقى صعبه شويه، لو انت عندك ده بيبقى القانون بتاعها كلها شاين وكوشاين اللي هي الهايبربوليك فانكشنز، فعندك اي ام وبي ام وسي ام ودي ام، الكونستانتس دي اللي انت بتبقى عايز تجيبها عشان تجيب الاف ام. في حاله ان المساله سيمتريك اباوت الاكس، عشان كده بقى هو بيحط الاكس اكسس في النص فاهم، عشان المساله تبقى سيمتريك. تمام كبليت يبقى سيمتريك اباوت الاكس، الاي ام ودي ام بصفر، اي ام دي ام بصفر، هيبقى لك البي ام والسي ام بس. تمام وانت هتشوف بقى ازاي هتعوض بالباوندري كونديشنز اللي عندك دي عشان تجيب الكلام ده. تمام انا بس هنا بقى جبت الباوندري كونديشن اللي هو كاتبها عشان شكلها انضف شويه. تمام في حاله الفري ايدج برضو بيبقى فيه باوندري كونديشنز بس اصعب يعني شكلا وموضوعا، يعني غالبا مش هتيجي كده يعني. هنحل مساله 3 نبص عليها كده، مساله ليفي اهو حاطط لك الاكس في النص وحاطط لك انها فيكسد من هنا ومن هنا بارل للاكس، والتو سيمبلي سبورتد اللي هم بارل للواي، وعندك لود على الايدج دوت عند الاكس بتساوي بي على 2 عند الواي قصدي بتساوي بي على 2 في لود بي نود. تمام هحل المساله ان اول حاجه نجيب البي ام عشان نجيب الكي ام. تمام يبقى انا هجيب البي ام وهعوض في التكامل ده، انا عندي اللود كونستانت بيساوي 1000، هعوض في التكامل البسيط عادي خالص هيطلع لك الشكل اللي انت حافظه ده وتقول ان الام قد. تمام جيب الدي ده كده جيب الكي ام، هتعوض هنا تجيب الكي ام ده الكي ام، خلي بالك هنا مفيش النات خالص ها كلها ام.
البي ام دي محفوظة صح؟ يعني هو معاك القانون بتاعها. اوكي تتغيرش قصدي يعني ما بتتغيرش البي ام؟ البي ام قصدك ولا الكي ام؟ لا البي ام. لا ما بتتغيرش، هو قانون ثابت. الكي ام ما بتتغيرش عن الفورمه دي طالما الاكس اكسس في السنتر. طالما بالظبط مسألة سيمتريك يعني حوالين الاكس، ودي ريكتانجلر بليت يعني هي 100% هتبقى سيمتريك حوالين الاكس يعني، فاهم؟ تمام. لو انت حطيت اكس في النص يعني. هنا بقى بدأ الماس تخيف. هيتبقى لك البي ام والسي ام بس، عشان الاي ام والدي ام صفار. هتعمل ايه عشان تجيب الكلام ده؟ هتعوض في الدبليو كاكسبريشن، ماشي؟ طلع الاكسبريشن بتاع الدبليو، عوض بالاف ام والكي ام اللي انت جبتهم كده. الناقص عندك في المساله دي هو البي ام والسي ام. هتعوض بالباوندري كونديشنز بتاعتك اللي هي ايه؟ انت كان بيقول ان هو فيكسد عند الواي بتساوي بوزيتيف او نيجاتيف بي على 2، تمام؟ الواي بتساوي بوزيتيف او نيجاتيف بي على 2 اللي هو الفيكسد ده. في حاله كونديشن فيكسد الدبليو بتساوي صفر، والبارشال دبليو على بارشال واي بتساوي صفر عشان هو برر للاكس. تعوض في اول كونديشن ان هي تحطها بصفر عند الواي بتساوي بي على 2، هتقوم معوض في البتاع ده كده بواي بتساوي بي على 2 اللي هي 1 على 2 يعني نص، وتعوض بصفر، تمام؟ تمام. تساويه بصفر، هتطلع معادله. المعادله دي لما تساويها بصفر هيبقى عندك تو كونديشن، يعني الجزء ده كده والجزء ده كده مجموعين بيساوي صفر. يا اما الجزء ده انت عندك سوليوشن اولا، يا اما الساين هي اللي بصفر، وده طبعا مرفوض. انا مش مهتم ان الساين هي اللي تبقى بصفر، انا همي باللي جوه دول ان هم يبقوا بالصفر. فهتقول يا اما ده بيساوي صفر لو الام ايفن، يا اما ده بيساوي يعني بيساوي ده نيجاتيف ده لو الام اود، تمام؟ ليه؟ لان الام لو ايفن الكلام ده هيبقى بصفر اوريدي. مش فاهم الثانية. طب ثانية واحدة، ثانية افتكر بس الحتة دي. بص، هو الترم ده انت كنت قلت ان الام اود صح؟ يعني الحتة دي كده يبقى الام اود، بس الام هنا مش ايفن، ما بتاخدش قيم ايفن، تمام. هتبقى صفر لو قيمة ايفن. الجزء اوكي ده بياخد قيم عادية من ايفن اود، مش فارقة بقى، تمام؟ فانت الحتة دي كده يعني لو الام طلعت ايفن فالجزء ده مش هيبقى موجود، يبقى هتقول ان ده بيساوي صفر. لو الام اود يبقى الجزء ده موجود، يبقى انت بتقول ان ده زائد ده بيساوي صفر، هتودي ده الناحية التانية بس بالإشارة نيجاتيف، فاهم؟ هيطلع لك المعادلة دي كده تقول انها بتساوي يا اما ده يا اما ده. يعني لو عوضنا بصفر الترم هيبقى كله بزيرو، لكن لو عوضنا بأي حاجة قد الساين دي هيبقى ليها فاليو، فهنعدي الكلام ده الناحية التانية. بالظبط، تمام. مش ماشي. الساين اللي هو الجزء ده شيلك، سيبك من الساينات دي خالص بقى، خلاص ماشي؟ ماشي تمام. بتكلم على اللي هي ده وده اللي في النص. خلاص تسمي دي ايكويشن واحد، بعد كده تعوض في الباوندري كونديشن الثاني اللي هو هيبقى اصعب من الاولاني بقى. الاولاني كنت بتقول ان الدبليو بتساوي صفر عند الواي بتساوي بي على 2، تساوي هذا بقى هنا بارشل تقول ان اتنين بارشل واي. بارشل، ايوه، وبتساوي صفر عند الواي بتساوي بي على 2 برضه، تمام؟ ده لازم تجيب البارشل دبليو على بارشل واي. بتعمل هي بص تفاضل يعني بالنسبه للواي. التفاضل الشاين والكوشاين حاجات بص هايبربوليك دي كلها يعني كلها ساين شاين تفاضلها بكوشاين، كوشاين تفاضلها بشاين، تمام؟ ما فيش إشارات والكلام ده. لا مفيش اشارات، دي احسن حاجه. هو كلها بيدي يعني دي بتدي دي، والديفرنشيشن كذلك برضه. حلو حلو. فانت جبت الاكسبريشن الكبير ده لما عملت التفاضل، مش التفاضل، سوري، الانتجريشن. بعد كده هتعوض عنده بصفر،
يعني هي طبعا كلها ماس، يعني انا مش هقعد اشرح تفاصيل الماس، يعني المفروض انت لو جات لك في الامتحان تتعامل معاها، يعني فاهم، كلها شوية ماس يعني. تمام. بس هتطلع كده من الكونديشن ده، لما تعوض بقى بي على 2 هتطلع equation تاني متساوية بالصفر، بقى عندك 2 equations في 2 unknowns. يعني جيب بقى، جيب السي ام دي الناحية التانية، بقى عندك البي ام as a function of سي ام، ماشي، اروح اطلع وارجع بيها عوض، واحده. عوض في واحد، هيطلع لك الشكل ده. بس هو بقى المعيد لما كان بيحل كان يعني بيتحانج زيادة عن اللزوم بقى، ويقعد يزود حاجات بقى، فاهم، عشان يطلع البي ام ب انا لما حط بيطلع السي ام كده والبي ام كده، فاهم. بس انت طبعا ده خطوه مالهاش اي لازمه انك تعملها، انت كده كده هتعوض بقيم في الاخر. يعني لما تعوض مثلا عن الام بواحد والبي بواحد، فاهم، هيطلع لك في الاخر السي ام ده ليه قيمه، صح. أيوة. تروح تاخد السي ام ديت بالقيمه بتاعتها وتعوض عن الام هنا بواحد والبي بواحد، تطلع قيمه للبي ام. يبقى انت كده معاك السي ام والبي ام لما الام بواحد، بس مش محتاج بقى انك تجيبهم في اكسبريشنز بره كده وشكلهم مخيف، فاهم. يعني انت لو جبت البي ام كده والسي ام، خلاص خلصت. زي الفل. روح احسب بقى ال W ديت عند ال first series، زي ما قلت لك هتحط البي ام، تحط ام بواحد، احسب بقى ال first term، هو حسب وطلع ال CM بكده وال BM بكده. وبعدين ايه كان بيقول لك عايزه عند النص، نص البليت. هنا نص البليت هيبقى ايه، نص وصفر، خلي بالك ان الاكس اكس بقى في النص، تمام، فالاكس هتبقى بنص والواي هتبقى بصفر. وتكمل برضو الحل بتاعك، المسألة بتكبر شوية، بس هي برضه دي تكاملات، تفاضلات قصدي، عادية. انت بتجيب بقى دبليو اكس دبليو اكس اكس والكلام ده احنا عشان كلنا كنا تنفي، بنجيب قيم البي ام والسي ام علشان نكمل حل عادي، عشان تجيب الدبليو. بعد كده ترجع تجيب بقى تفاضلات ال لو هو بقى طلب الاستريس والسترين وكده، بتكمل التفاضلات بتاعتك العادية دي عشان تجيب الاستريس والاستريس والسترين، تمام. هي ماشي ماشي. يعني هو هنا كان بيقول لك، بس عشان حته بس تاخد بالك منها، يعني لو جت حتى في مساله تانية مش شرط المساله دي، عايز الماكسيمم فاليو في سيجما واي، صح، تمام. فين الماكسيمم فاليو ده؟ الماكسيمم فاليو ده يا سيدي لما هتحط الزد، فاكر الزد دي، تحطها بتي على 2، تحطها بالسيكنس، مره بوزيتيف مره نيجاتيف، تمام، اللي هو فوق وتحت، يعني السيرفس اللي فوق والسيرفس اللي تحت، دول اللي بيبقى عندهم الماكسيمم ستريس، تمام. تمام. بس كده خلصنا مسألة ليفي. يعني زي ما انت شايف هي مسألة يعني سخيفة من ناحية الناس، بس لو جت تتعامل معاها يعني مش هتقف قدامها قوي يعني. اوكي. بس كده خلصنا ليفي ونافير، ندخل في التوبيك التانية اللي هي الانستابيليتي، او اللي هي البند الباكلينج. ولا ناخد بريك ولا ايه؟ ناخد بريك، انا خلاص اعمل بوز، دماغي فحمت، ماشي، هعمل بوز وسيبه مفتوح بقى علشان هو انليمتد، ماشي، يروح مننا ولا حاجة. ستوب شير و تمام، ماشي، بسم الله. احنا هندخل دلوقتي في الجزء ايه بتاع الباكلينج. هو تمام. اولا كده الجزء بتاع الباكلينج، يعني هو ايه، انت في الاخر بتبقى عايز تحسب البليت، يعني كل الهري ده ان هو عايز عندك جناح وعايز تحسب البليتس اللي في الجناح دي هيحصل لها باكلينج ولا لا، تمام. فانت تمام. الجناح بيبقى بيعمل ليفت، تمام، لفوق، فالجزء اللي هيحصل له باكلينج او اللي بيتعرض للظرف اللي ممكن يحصل فيه باكلينج، اللي هو الجزء السكين اللي فوق الجناح مش السكين اللي تحت. فانت دايما هتحسب لما يبقى عندك مساله جناح، تحسب على اللي فوق، على السكين اللي هو اللي فوق، تمام، هو ده اللي بيبقى معرض للباكلينج يعني. فانت عشان ماشي. تحسب بقى على البليت اللي في الجناح دي، انت ممكن يبقى عندك على البليت كذا نوع من اللود، يعني كذا لودنج كونديشن. بيبدا من اول حاجه، ابسط حاجه اللي هو يوني اكسيال ان بلين كومبريشن، يعني بيضغط في على في الان بلين كده، بيضغط في اتجاه مثلا الاكس او الواي، تمام.
يا اما حاجه اسمها ان بلين بيندنج يا اما ان بلين شير. بعد كده اللي هنا دول هيبدا يعني ايه يعمل بقى كذا حاله مع بعض، يعني زي ما تقول كان في سوبر بوزيشن ما بين الحالات، ان بلين بيندنج زائد كومبريشن هنا ان بلين بيندنج زائد شير، يا اما يحط ان بلين نورمال اللي هو يعني كومبريشن او تنشن زائد شير، ان بلين نورمال زائد بيندنج زائد شير. ودي طبعا ايه اللي هي الحاله الجنرال خالص يعني. مع كوكتيل يعني اشهر حاجه بتحصل في المسائل اللي احنا حليناها اللي هي دي، عندك بيسموها لونجيتيودينال لود وشير لود، تمام؟ دي حاله الشهيره يعني. كل حاله من دول هي مجرد بس قانون، عباره عن قانون يعني مش اكتر، وتبقى عارف بس ازاي تعوض في القانون ده وازاي تستعمل يعني كل قانون من دول بيبقى ليهم جراف كده كيرف كده ازاي بس تجيب الحاجه من على الكيرف ده، بس الموضوع مش صعب يعني. تمام، فهدخل اهو على اول حته ان شاء الله. تمام، انا هشرح من الورق بتاع المعيد عشان منظم اكتر يعني في الموضوع دوت، مش بدل ما انا اقعد اكتبه تاني وكده فهو جايب كل المعلومات على طول في كيرفات وكده. فكك من الكلام اللي فوق ده كله، احنا في الاخر عايزين دي اول حاله اللي هو عندك ايه يوني اكسيال كومبريشن، كومبريشن في اتجاه مثلا الاكس. تمام، خلي بالك الان ديت هي ان اكس ديت يقدر يونت لينس يعني كانها الانتنسيتي بتاعت اللود. تمام، هيطلع لي منها قانون ده انا عايز احسب ايه في الاخر، عايز احسب حاجه اسمها الكريتيكال الستريس الكريتيكال اللي عنده يعني اللي عنده هيحصل كومبريشن هيحصل قصدي باكلينج، لو عديت الستريس ده هيحصل باكلينج. تمام، اسمه ايه؟ سيجما اس كريتيكال اللي هو ده. في حاجه اسمها كي سي بايس في باي سكويرد اي على 12 في 1 ناقص في سكويرد في تي على بي هول سكويرد. الكي سي ديت بتتحسب من هنا، والتي ديت الثيكنس، تمام، والدي ديت حاجه هنشوفها دلوقتي. ف في الاخر ده القانون اللي انت هتستعمله، الكي سي ديت هتجيبها من القانون ده اللي هي ام على الفا زائد الفا على ام اول سكوير. ال اسمها ايه الالفا دي اللي هي الاسبكت ريشيو. تمام، الاسبكت ريشيو ده اللي هو ايه يعني الاي على البي، الاي على البي. تمام، وخلي بالك بقى هنا الجزء ده يعني ايه نوعا ما ممكن يلخبطك شويه، بس هو لازم تبقى فاهم ان البي ديت اسمها لودنج ايدج. تمام، تبقى فاهم ان البي هي اللودنج ايدج، يعني لو هو هنا حاطط اللود في اتجاه البي، تمام، يبقى هتعوض هنا عن البي اللي هي البي دي ما عادتش مسافه يعني هي مسافه المسافه اللي عليها اللود، يعني فاهم اللود هنا في اتجاه ايه البي على البي دي اكت على انهي مسافه البي دي، صح؟ مش بيأكت على الايه، صح؟ بالظبط. لو حصل ان هو كان جايب لك المساله دي ومسمي دي ايه ودي بي مثلا، يبقى ساعتها البي عندك في القانون ده هتعوض عنها بايه؟ هتعوض عنها بالايه؟ فاهم؟ مالكش دعوه بالمسميات، يعني انت ليك دعوه هل البي ديت هي اللودنج ايدج؟ ايا كان بقى رقمه كام هتعوضه زي ما هو، والاسبكت ريشيو هو ايه على بي؟ نفس الكونسيبت يعني ايه على البي. فانت لو حسبت اللودنج الاسبكت ريشيو على بي بمعنى الحاجه اللي ما عليهاش اللود بالحاجه اللي عليها اللود، صح؟ بالظبط بالظبط. تمام. فانت كده معاك الالفا جيومتري عادي، بتدخل في الكيرف ده عشان تجيب الام، تمام، عشان تروح تحسب الكي سي دي. الام هتتجاب منين؟ جيبها من هنا، معلش، من الكيرف ده، مالكش دعوه بالكيرف ده، خليك في الكيرف ده. تمام، في حاله اللي هو الايه اليوني اكسل كومبريشن، مفيش غير كومبريشن، خش هنا على الاسبكت ريشيو اللي هي ايه على بي ديت الام الالفا قصدي بتاعتك، تشوفها هتخبط في انهي كيرف من دول وتاخد الكيرف الام بتاعتك. تمام، يعني لو كان واحد ونص مثلا،
ثانية كده، لو واحد ونص مثلا الاكسكتيشن كان واحد ونص، يبقى هيبقى هنا كده تمام، تمام. تطلع كده هيخبط في انهي كيرف؟ هيخبط في اللي هو الكيرف ده اللي هو بيبقى اسمه ام على ام ايكوال 2. اللي بالك الكيرف ده هو ام بتساوي 2، الكيرف ده هو ام بتساوي 1، الكيرف ده كده هو ام بتساوي 3 تمام. فهو تمام لو واحد ونص هيخبط هنا، يبقى تاخد الام ب 2، تطلع هنا تحط واحد ونص وتحط ام ب 2، تطلع الكي سي، تعوض عندك في القانون ده وتطلع الكريتيكال تمام. المبدأ ده هتمشي عليه بقى في كله بعد كده. في حالة مثلا هو بيقول لك ان بلين بيندنج، هيبقى ليها ستريس كريتيكال برضو، بس كي بي بقى بدل كي سي تمام. بنفس الكونسبت بالظبط برضه، نفس القانون يعني، هو نفس الحاجة، نفس القانون بالظبط. الكي بي هو كي سي. لا سوري معلش، لا سوري هضطر اجيبه من الكيرف، انا اسف معلش. في الحاله دي هتجيبه من الكيرف الغريب ده، اللي هو هتطلع برضه معاك الحاجات دي الادمنستريشن كلها نبقى كود. داخلين بيها صح؟ هي موجوده في المحاضره تمام. تمام، اللي هو هتدخل برضه تجيب الالفا بتاعتك، قصدي الالفا الاسبكت ريشيو، وتشوف هيخبط انهي كيرف، وتجيب الكي بي بتاعتك. ثانيه كده هو هنا بيقول لك يعني لو سيمبلي سبورتد ماشي، اللي هو اغلب الظن هتبقى سيمبلي سبورتد، مساله جناح يعني، هي هتبقى سيمبلي سبورتد تمام، اللي هتاخد الكيرف اللي هو صفر ده تمام، الكيرف الاولاني خالص. يبقى مثلا لو هو كان لازم تلاقي مثلا فرضا ب9، وهتطلع تخبط هنا كده الكيرف ده وتشوف الكي بي بتاعك تطلع بكام تقريبا يعني. يعني ممكن تاخدها النقطه اللي هي في النص ما بين ال 24 28 26 تمام. بس فهمت الكي بي برضو هجيبها ازاي، تمام. والبي هو اللودنج ايدج في الحاله دي برضو مهم تبقى فاهم الكلام ده، تعوض في القانون تقدر لا تجيب. الكي بي بتتجاب من الكيرف على طول، ملهاش قانوني. هتجيب من الكيرف ده، وهي خلي معلش بالك الكي سي ممكن نجيبها من الكيرف برضو، مش لازم نحسبها بالقانون. بس هتبقى مش اكيوريت قوي يعني، القانون مور اكيوريت يعني فاهم، تمام ماشي. هيطلع لك رقم مظبوط. انت ممكن تجيبها من الكيرف دوت الكيرف دوت اي حاجه، بس الفكره ان يعني ايه عشان تطلع رقم مظبوط. حاله البيندنج دي ان بلين بيندنج، يعني يبقى عندك الاستريس بالشكل ده تمام، كانك واحد هنا تنشن وهنا كومبريشن، هنا تنشن وهنا كومبريشن، فبيعمل بيندنج جوه البلين كده تمام. تمام. حالة بقى لو قال لك ان بلين شير، بس دي بقى تاو كريتيكال عشان شير ستريس، مش يعني الكومبريشن بيعمل نورمال والبندنج بيعمل نورمال، الشير بيعمل شير ستريس تمام. هنا بقى في الشير تخلي بالك ان البي ما عدتش اللودنج ايدج، بقى حاجه اسمها الشورتر ايدج تمام. تمام. لحظة واحدة بس، المسميات يعني اختلاف مسميات، لكن هي نفس المسافة يعني. لا مش نفس المسافة يا ابني، بقول لك الشورتر ايدج. هنا شورتر. اللود كان على اللودنج ايدج، افرض اللودنج ايدج ده كان هو الكبير، كان هو المسافة الكبيرة مثلا دي، تاخد المسافة الصغيرة دي في الشير فاهم، لان هو البي بيقول لك الشورتر ايدج. ايوه فهمت. هو الشورتر ايدج وخلاص يعني، سواء كان ايوه هو اللي عليه اللود او معلوش. ايوه بالظبط، هو الشورتر ايدج على طول تمام. تمام. ثانية واحدة بس كده، ماشي. ده الفرق بس. تدخل برضو على الكيرف ده برضو بيقول لك هنا هنجد ايدج، يعني هي سيمبلي سبورتد، وهنا في مثلا كلام ايدج تمام. خليك طبعا هيبقى طبعا يعني الطبيعي ان هو هيبقى في الكيرف الاولاني ده، تشوف الاي على بي بتاعتك بكام، تطلع هنا تخبط الكيرف، تشوف ال، خلي بالك برضو من الاي والبي، البي هي الشورتر ايدج يعني، تخبط تمام. الكيرف تشوف الاي هتطلع لك بكام. غالبا ايه بتبقى يعني اراوند الحته دي كده، تبقى اراوند 7 يعني فاهم. ده شكل اللود في حاله الان بلين شير.
عندك شير بس. لو حطيت بقى ان بلين بيندنج زائد كومبريشن هيطلع لي قانون عامل كده. عندك ساعتها كي سي وكي بي، يعني كي بي وكي سي زائد كي بي، يعني مش كي، يعني مش كيهات بقى، حاجه اسمها ار بي وار سي. تمام. هنا حاجه مختلفه شويه، الحاله دي كانت كل واحده لوحدها، مفيش حاجه مع، يعني كل حاجه اسمها ايه، بتحسب حاجه واحده بس. في الحاله دي لا، انا عندي حاجتين مع بعض، فاهم؟ وعشان تحسب دولت انت برضو بتفوق المساله لان بلين بيندنج وان بلين كومبريشن، فاهم؟ فهتضطر انك انت هتروح تحسب الكلام ده، ده وده، الكريتيكال دي والكريتيكال دي. تمام. تمام. يعني في الاخر هتستعمل الكيهات برضو، بس هتحسب الكريتيكال والكريتيكال وتروح تعاطي القانون ده، تشوف الستريس اللي عندك في الحاله بقى اللي عندك، تقارنه بالكريتيكال في حاله البند، والكومبريشن تقارنه بالكريتيكال بتاع الكومبريشن، تطلع الار سي ونطلع الار بي، تعاوض في القانون ده تشوفه قد ايه من الواحد، هل بيساوي واحد، اصغر من واحد ولا اكبر من واحد. هو ايه الفرق بين قانون الكريتيكال والمش كريتيكال؟ يعني ايه القانون؟ السيجما، قصدك سيجما بي مثلا وسيجما سي يعني؟ لا، سيجما بي وسيجما بي كريتيكال. ايوه، السيجما بي دي الاستريس اللي عندك في المساله، يعني حاله اللود اللي عندك، فاهم؟ على حسب بقى انت حاطط اللود قد ايه، فاهم؟ لكن السيجما بي ديت مالهاش دعوه باللود اللي انت حاطه، دي الكريتيكال بتاعه الشكل ده، فاهم؟ هو بمدان يعني بتحسب من القانون ده يا ابني، اهو قوانين اهي، ما احنا كنا بنحسب كريتيكال. هل انت شايف لود هنا، هل في حاله ثانيه يعني يا ابني، هل هنا انت شايف حاله لود مثلا في اي لا. نوع من اللود جوه اللي هنا؟ لا، مفيش. صح، الكريتيكال ده يعتمد على الشكل بتاع البليت والماتيريال، فاهم؟ تمام. لكن البي ديت اللي هي الستريس اللي معتمد على اللود اللي عندك بقى، فاهم؟ ماشي. وانت بتشوف اللود اللي عندك، ايوه، على حسب المساله شكلها عامل ازاي. يعني هتشوف دلوقتي مساله الوينج هتبقى عامله ازاي، هتفهم انك انت هتجيب منين السيجما بي ديت مثلا والسيجما بي كريتيكال. تمام. المفروض ان انت عشان تحسب ال ثانيه عشان تحسب انت سيف ولا مش سيف، هتحسب المارجن اوف سيفتي ده، يعني هتخش بالار بي والار سي دولت، تمام، على الكيرف الغريب ده، تطلع المفروض يعني تشوف هي ده طلع لك بكام وده طلع لك بكام، تجيب المارجن اوف سيفتي. المارجن اوف سيفتي دوت لو نيجاتيف يبقى انت كده اسمها ايه، مش سيف يعني. تمام. برضو نفس الكلام، لو حابب بقى ايه، بلينش بيندنج وشير، يبقى عندك بيندنج وشير، يبقى ده القانون بتاعك، وهتحسب ده برضو نفس الكلام. هنا يبقى عندك قانون للمارجن اوف سيفتي، تمام، بدل ما نرجع للجراف. هو اظن هنا الجراف اظن ملوش لازمه في الحاله دي، انت عندك القانون اوريدي، فعندك هتجيب دي وتجيب دي، تجيب القوانين دي الكريتيكال كلها موجوده هنا. في الليكتشر صح؟ موجود ان شاء الله، انا هظبط لكم كده الليكتشر ان شاء الله، وهشوف هنطبع ايه منها، هسيب كل القوانين دي معاك. الحاله دي مهمه عشان زي ما اقول لك معظم المسائل الوينج بيبقى هو دوت الحاله بتاعتك، ماشي، بار ال بلس ار اس سكويرد بيساوي واحد، تمام، بتعوض عن الار ال برضو بالشكل ده والار اس بالشكل ده. والار ال خلي بالك لو بوزيتيف لو كومبريشن، نيجاتيف لو تنشن، كاونتر انتويتيف شويه، ماشي، تمام. وتعوض في المارجن اوف سيفتي، يطلع لك لو نيجاتيف يبقى انت مش، يبقى هيحصل باكلينج، لو بوزيتيف يبقى مش هيحصل باكلينج. وهو ده شكل حالة اللود في الموضوع بتاع الان بلين لونجيتيودن ستريس والشير. يعني عندك هنا ستريس بيندنج بقى كي، قصدي كومبريشن او تنشن على حسب، وعندك شير، تمام. بعد كده حالة، يعني هو نفس الكلام بس الحالات بقى بتبقى اكبر، يعني فاهم؟ الحالة دي مثلا ان بلين كومبريشن وبيندنج وشير، حالة جنرال تماما، فاهم؟ تبقى صعبة شوية في الحل بتاعها، بس برضو ايه، هتمشي بالبروسيجر ده.
تمام؟ يعني ما اظنش مش محتاج اقعد اقراه يعني. هو في الاول وفي الاخر انت بتجيب برضو القرارات والحاجات ديت وتقارنهم ستيبس ببعض يعني، يعني. ايه؟ ستيبس اللي يعني ستيبس ليها، ستيبس واضحه يعني فاهم، وانت هتدخل في الاخر على الكيرف ده بس تجيب اللي هي الار سي كريتيكال ديت تشوفها بكام، تقارنها اوكي. بالار سي اللي عندك يعني. بس سيبك من السلايد دي، خلينا هنا في المساله دي. مساله يعني مش هي دي نتيجه الامتحان فاهم، بس دي مساله كل اللي فيها ان هو بيدربك على موضوع ازاي تحسب الكريتيكال دي في كل بقى حاله يعني. جاب كل الحالات اللي تقريبا اللي موجوده او معظمها، مره كان عندك ستريس بس في الاكس، مره في ستريس في الواي، مره كان بقى في شير، ومره كان في زي بيندنج وكده، عشان تتدرب ايه تجيب الدي اللي هو تخلي بالك ان الدي هو اللودنج ايدج هنا، والدي كان الشورتر ايدج مثلا في حاله الشير الحاله دي مثلا. ثانيه، الدي مثلا كان هو الشورتر ايدج وكده، وازاي تحسب الكريتيك. ممكن تبص على المساله ديت برضو كتدريب يعني، تقراها كده بعينك تشوف تحس انك انت تفهمك الدنيا شويه. تمام. تمام. بعد كده في مسألة الوينج دي هتبقى غالبا يعني أصعب مسألة في الامتحان، فركزوا فيها وبالراحة وانتوا تحلوا كده المسألة، ما تتسرعوش فيها يعني، عشان عايزة شوية تفكير بس. مسألة الوينج دي يا سيدي بتبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى مديك وينج بوكس اللي هو عبارة عن سبار، تو سبار مثلا، سبار اللي هنا والسبار اللي هنا، وتوب سكين ولور سكين، وشوية سترينجرز وسبار كاب اللي هي الليات اللي هنا. السترينجرز غالبا بتبقى شكلها مثلا زد، والسبار كاب اللي هو الانجل دي بقى بتبقى على شكل الانجل. بيبقى مديك الخصائص بتاعت كل سيكشن من دول، الاي بتاعته والاريا واللينسز بتاعته، هنا اللينس ده ودوت والسيكنس يعني. في الزي دوت كان بيقول لك ان هو 0.075، خلي بالك المساله دي بالانش ماشي، كلها انش وباوند. فال 0.075 ده اللي هو السيكنس، والتسعة على 16 ده اللي هو الطول بتاع الفلانجة، والواحد وربع دوت هي دي واحد وربع يعني الطول بتاع اللي هي الجزء الفيرتيكال والويب. وبيبقى قايل لك ان يبقى عندك لود معين. الفكره في المساله دي ان هو اللود بقى بتاعه ممكن يحط اي لود هو عايزه باي شكل، هيغير في المساله كل لود من اللودز ديت الديستريبيوتد دوت مثلا، واللود اللي هنا واللود اللي هنا بتعمل ستريسز على الجناح. فال ال لو هي لو انت بتبقى عايز تشوف السكيم بتاع الجناح ده هيحصل له باكلينج ولا لا، بتشوف الجزء اللي فوق ده هو اللي بيبقى متعرض لاكبر ستريسز، البليتس اللي هي بتبقى عند الروت اللي هم دول الثلاثه اللي هنا دول هم اكتر متعرضين للستريسز اللي هي ممكن تعمل لهم باكلينج. فانت بتحسب على الثلاثه دول، لو دول سيف فبتقول الجناح كله هيبقى سيف. تمام. هتحسب عليهم ازاي بقى؟ ثانية كده. انت عايز تحسب على السكين ده، انت سامعني يا عبد الرحمن ولا؟ معاك معاك. الو. ايوه عبد، انت سامعني؟ سامعك. انت رحت اختفيت كده. لا 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 ماكس. مش ركز بس عشان حته مهمه. تمام. فانت عندك البليت اللي فوق ديت متقسمه، هي ثلاثه بليتس يعني في المساله دي، هم ثلاثه بليتس. عايز تحسب تشوف ما هيحصل لهم باكلينج ولا لا. فازاي احسب عليهم؟ اشوف اللود فين، لان هم اللود بيتغير عليهم. فهاخد اللود اللي هو ايه في النص يعني، هحسب على الافريج ما بين النقطه دي والنقطه دي اللي هو يبقى في نص البليت ديت. البليتس ديت الطول بتاعها من يعني هنا المسألة دي اللي هيبقى فيها شغل إدوارد؟ شويه في الاخر كده ورهور. هي قوانين سهله ما تقلقش يعني، المساله مش صعبه قوي يعني، فيها ستيبس يعني واضحه. فانت هت البليد دي طولها 12 وهم اربعه بليد تمام، وعرضها من هنا كده 8 وهم 3 بليد تمام. فهتشوف عند نص البليد يعني، هتعتبر بدل اللودز دي كلها كده كأنها بتأثر عند النص هنا، عايز تحسب عند النص. فهتعتبر الجزء اللي بعد النص بتاع البليد دوت اللي هو الجزء اللي بعديه
مش موجود معاك، يعني مش داخل معاك في حساب اللود. فانت هتعتبر ان طول الـ من هنا لهنا كان من هنا لهنا 4 في 12، فهتقول من هنا لهنا 3 ونص في 12، انا شلت نص البليك تمام، وهاخد اللودز بقى بتاثر عندي من هنا لحد هنا عشان احسب ليه عملت الافريج، عشان عايز احسب عند نص البليت، عشان عايز احسب عند الافريج ما بين النقطه دي والنقطه دي تمام. ما انا عايز احسب لود على البليت دي، بس اللود اتغير فاهم، فاخد انهي لود اللي احسب عليه، هل اللود عند النقطه دي، هل اللود عند النقطه دي، لا بناخد بقى ايه الافريج فاهم في النص، وده اللي اقارن بيه واشوف هيحصل باكينج ولا لا تمام. يبقى عشان بس الطول ده تبقى فاهم هو جاي منين، عشان بنستعمله كتير، اللي هو ايه 3 ونص في 12، بدل كان 4 في 12 بقى 3 ونص في 12، يبقى خدت الحته دي كده بس. كانت المساله عندي في ديستريبيوتد لود 5 باوند بير انش و3 باوند بير انش و80 باوند لفوق كده 2 و 120 باوند و 120 باوند عكس بعض، زي ما تقول بيعملوا كابلنج، يعني عاملين كابلنج. فانا دلوقتي ببدا ازاي في المساله دي، زي ما قلنا هحسب عند الحته دي كده، فهجيب اللودز اللي بتاثر على الحته دي، اللودنج اللي بيأثر هنا او اللودز اللي هتأثر هتبقى عباره عن ايه، مومنت وفورسز. المومنت يعني عندي لو هي جنرال عندي ست انواع من اللودز، يعني ثلاثه مومنت وثلاثه فورسز، بس طبعا المساله عمرها ما هتيجي كده، يعني بيبقى ابسط شويه. فمثلا اللودز اللي هنا بتعمل بيندنج حوالين الاكس اكس تمام، لو انا خدت ان ده كده هو الاكس اكسس وده الواي اكسس وده الزد اكسس، فاللودز اللي هنا دي كده دولت ودولت بيعملوا مومنت حوالين الاكس، فاحسب الام اكس افريج، افريج عشان انا بحسب حوالين ايه النقطه اللي هي في النص الافريج، وهحسب والفورسز اللي هم دول الاثنين دول والاثنين اللي هنا دول، معلش هي مش باينه قوي بس هي 120، بيعملوا تورك حوالين الواي اكسس اللي هي مومنت حوالين الواي، فانا بسميه تورك، يعني حوالين الاكسس ده كده بسميه تورك، اللي هو ده تورك افريج برضه. والفورسز اللي فوق دي كلها كده بتعمل شير فورس اللي هي بسميها في. لو كان عندك فورس مثلا في اتجاه كده في اتجاه الواي بقى كانت هتعمل ايه؟ نورمال فورس، فكنت اسمي ان تمام؟ وهكذا. يبقى انا بشوف اللودز اللي عندي بتعمل ايه، ايه نوع اللودز اللي هي بتعملها، بتعمل مومنتس عامله ازاي وفورسز عامله ازاي، واحسبها عن الافرج دي. هبدا ان انا احسب الام ام اكس افرج، هي عباره عن ايه بقى؟ اخد اول حاجه اللود اللي هنا ده مثلا اللي هو 5 انش بير باوند 5 باوند بير انش، انا قلت ان هو هياثر في مسافه 3 ونص، انا عايز اقول ان المومنت هي عباره عن فورس في ديستانس صح؟ فالفورس هي عباره عن اللي هي الخمسه دي في المسافه اللي هي بتاثر فيها اللي هي 3 ونص 12، يبقى 5 3 ونص 12 تمام؟ ايه 5 زائد 3 اللي انت عاملها؟ انت عملت الاثنين مره واحده؟ ايوه عشان هما الاثنين هيبقوا نفس المسافه وكده فاهم؟ تمام بتختصرها، بدل ما تعمل هنا 5 وتضرب فيها كل الكلام ده وبعد كده 3 تضرب فيها الكلام ده كله ثاني مره واحده، يبقى 5 مضروبه في 3 ونص 12 انا كده جبت الفورس. بعد كده المسافه بقى اللي هي الفورس دي الاكت في النص، النص بتاع الحته دي اللي هي 3 ونص تمام، يبقى هتبقى في النص، والمسافه اللي هي الارم بتاع المومنت هيبقى عباره عن كام؟ 3 ونص في 12 في نص، 3 ونص في 12 في نص تمام. لا مش تمام، 3 ونص في 12 اللي هي المسافه دي كلها في نصها اللي هي المسافه من النص لهنا، يعني هي بتاكت الفورس يعني. المومنت عباره عن فورس في مسافه، مش النقطه اللي انت بتشتغل من الفورس ليها اللي هي عند الافريج بالظبط عند المنطقه اللي انت قطعت عندها ليه هنا يعني، مفروض يعني مكان القطع. ايوه ما انا عايز احسب دي كده يعني باخد الريزلت بتاع الحته دي فاهم، اللي هو ده عباره عن الخمسه في الثلاثه في 3 ونص 12 تمام، ده كده الجزء ده هو الريزلت. ده الفورس نفسه ماشي، ده الفورس ماشي. يبقى انا كده بقى عندي فورس بتاكت في النص كده هنا تمام. تمام عايز احسب مومنت، يبقى لازم احسب المسافه. ايوه دي. ايوه صح
خلاص اه فالمسافة المسافة هتبقى هي دي هي بتاكت في النص بالظبط، فهي المسافة هي بالظبط. نص النص النص. تمام بالظبط يعني احسب الفرس الأول بعد كده شوف المسافة. خلاص فهمت. يبقى أنا خلصت من الثلاثة والخمسة والثلاثة هما نفس الحاجة بالظبط. تمام تمام أخش إيه اللي بيعمل مومنت حوالين الإكس تاني؟ دولت ما بيعملوش مومنت حوالين الإكس، دول اللي بيعملوا ال 80. هتبقى عبارة عن إيه؟ بيعملوا مومنت 2 في 80 في المسافة اللي هي 3 ونص 12. تمام كده؟ تمام هيطلع بسيط لك أوي. المومنت. أخش في التورك، مين بيعمل تورك هنا؟ دول ما بيعملوش تورك عشان إيه؟ هما الاثنين في نفس يعني عكس لبعض، ده بيلف كده وده الاثنين بيلف قبل كده، 22 هيلغوا بعض. دول بيعملوا تورك اللي هو 120، فانت المسافه دي كلها كانت 8 اللي هي المسافه الفيرتيكال دي، يبقى 120 في 8. تمام خدت، بس لازم تحط دايركشن، والديستريبيوتد لودز لازم تحط دايركشن بس الاول، ان اخدت ان اللي بيلف كده هو البوست، ان هم بيلف في اتجاه ده كده، دول اللي هم البوست. تمام الديستريبيوتد واحد بيلف بص وواحد بيلفها نيجاتيف حوالين اللي هو النص بقى السنتر ده كده، فاهم؟ تمام هنا حوالين السنتر بوينت. يبقى معلش لحظه، هاخد الخمسه دي الاول، الخمسه دي بتلف في اتجاه البوزيتيف فهتبقى بوزيتيف، هتبقى برضو ايوه نفس عباره عن الخمسة كلوك كده، وايز الثلاثة كاونتر. ده الفورس ودي المسافه اللي هي نص ايوه الثمانيه نص البليته دي. تمام وديت كاونتر هي نفس الكلام بالظبط بس نيكس. بس ده انا كده جبت التورك، مفهوم؟ معلش ثانية بس قول لي فين الثمانية اللي أنت قلت عليها اللي نصها أربعة دي؟ ما هو المسافة أنا بقول لك عايز أحسب إيه؟ هنا صح؟ اه حوالين السنتر بتاع دول كده، حوالين السنتر بتاع الوينج ده، فيبقى آخد المسافة دي، المسافة دي، المسافة دي كلها كده 8، البليت طولها 8، فباخد نصها بقى اللي هي 4 8. كان بيقول لك 3 في 8 يعني كل جزء من دول ب 8. انا عايز احسب هنا يبقى ايه، اخد نص المسافه بس. دي الكلام ده كله ليه علاقه باللود، يعني لو هو حاطط لك مثلا اللود ده على الايدج هنا مثلا يبقى هيبقى المومنت مختلف، هيبقى بدل يبقى 4 زائد 8 فاهم، أوه. 12 مثلا لو هو حاطط اللود هنا كده. الحسابات دي كلها ليها علاقه بشكل اللود اللي عنده. بعد واطلع كده كده هتشيل اطلع للشكل اللي فوق خالص. ده، هو هو ايه ال ايه ال ومديني ثيكنس الحاجات ال 0.05 دي ثيكنس الروت سيكشن صح؟ الثيكنس بتاعت ال بتاعت البليتس دي بتاعت فكرتها فرصة. السكين يعني. تمام لا لا السكنس بتاع الصبار اكبر شويه من السكنس بتاع السكين. تمام هتحسب الشير فورس اللي عندك. الشير سهل قوي، هو عباره عن برضو الفورس ديت اللي هي ال 3 في 5 زي 5 3 ونص ناقصه وال 80 في 2. ال 120 دول طبعا ما بيعملوش لانهم بيضيعوا بعض. بس كده عندي اللود، ابدا احسب الستريسز بقى اللي هي بتعملها اللود دي. احنا قلنا ان كلهم بوزيتيف علشان كلهم في نفس الاتجاه صح؟ دول كلهم بيعملوا في شير في نفس الاتجاه، مفيش حاجه ما مطروحه منهم يعني. لو كان في مثلا حاجه بتتاكد لتحت حطها نيكس فاهم. لو كانوا كلهم باصين لتحت كان هيبقى الفي بالنيجاتيف؟ هو على حسب الكوردينيت سيستم اللي انت واخده يعني طب فاهم، تمام اصل انت بتحسب في الاخر هتحطهم كلهم نيجاتيف هتطلع لك نيجاتيف. ماشي يعني. بس الاشاره مش هتفرق هنا، تمام هي الاشاره تفرق بس في وانت بتحسب جوه يعني، لو حاجه عكس حاجه فاهم. هحسب بقى اللود دي هتعمل ستريسز عند السكشن اللي هو في النص، الحته اللي في النص دي كده. تمام عايز احسب ايه الستريسز؟ اولا البندنج بيعمل نورمال ستريس، التورك بيعمل شير ستريس، والشير فورس بتعمل شير ستريس. يبقى هحسب سيجما من هنا واحسب تاو من هنا ومن هنا. تمام اول دي اللي هي الستريس زي اللي انت كنت بنسال عنه بقى في الار سي مثلا، كنت بتقول ان هو سيجما على سيجما كريتيكال صح؟ دي السيجما اللي انت بتحسبها ودي الكريتيكال اللي انت هتجيبها، يبقى هتجيب سيجما وهتجيب الكريتيكال. تمام
كريتيكال من القانون المحفوظ اللي كنا شفناه، والسيجما دي ليها القانون. الكريتيكال من القانون، هنشوف الكريتيكال ازاي. السيجما اللي هنا ليها علاقه باللود، فاهم؟ اللي هي ده بيندنج، فالقانون بتاع البيندنج اللي هو ام اكس ام اكس في زد على اي اكس، تمام؟ الزد ده قلنا هو الارتفاع ده 29 يعني. ايه؟ الزد ده ايه؟ الكوردينيت ده الارتفاع ده ارتفاع زد الوينج اهو في بوكس. الدايركشن. ما هو الكوردينيت سيستم انت واخده اكس واي زد، تمام. فانت عايز تحسب بيندنج فين؟ انت عايز تحسب الستريس ده فين؟ عايز تحسبه في السكين اللي فوق، صح؟ بس خلي بالك بقى، يعني انت اولا فاهم الام اكس والاي اكس خلاص، تمام؟ الاي اكس بتاعت السكشن كله هو مديها لك اهو سهل على طول، وعندك الام اكس انت حسبتها. تجيب ازاي الزد دي؟ انت دلوقتي عايز تحسب فوق، هل هتحط المسافه باربعه مثلا؟ لا لازم اشيل السيكنسز. لا مش هتشيل السيكنس كلها، انت عندك عايز تحسب حوالين الميد، زي الميد سيرفيس، يعني عايز تحسب حوالين نص السيكنس، فاهم؟ يعني اعتبرت ان عندي دلوقتي دي سيكنس كده، هاخد على نصها. انا ممكن اخد فوق، ممكن اخد تحت، لا اخد الافريج برضو، فاهم؟ فيبقى انا هحسب المسافه كانها ايه، لحد نص السيكنس، اللي هي كانها 4 ناقص نص السيكنس، 4 ناقص نص السيكنس، اللي هي هتطلع 3.89 يعني، فاهم الحته دي جت منين؟ لا متأكد مفيش تفاهم. بص يا ابني، مش ده، ده كده السكنس السكين من فوق ماشي في الحتة دي، تمام؟ تمام ده السكين من تحت، يعني السكين اللي فوق كأبر سيرفيس ولور سيرفيس بتاعه، تمام؟ يعني هو ارتفاع الوينج بوكس كله 8 صح؟ اه المسافة دي كلها كده 8 دي. احنا ابتدينا من نص الوينج بوكس ايه بقى؟ ما انت يا ابني السنترويد في النص يا ابني، ماشي تمام. الشكل ده يعني يعتبر سيمتريك، يعني نيرلي سيمتريك، فانت خلاص السنترويد بتاعه في النص يعني، ماشي؟ تحسب من السنترويد المفروض يعني. تمام؟ عايز احسب من مسافه بقى، اخد انهي مسافه؟ اخد الاستريس هنا ولا الاستريس هنا ولا في النص؟ في النص. يبقى انا عايز احسب المسافه دي كده من السنترويد لحد النص ده. وهي اصلا المسافه من دي السنترويد كلها رايح فوق 4؟4. اه دي 4. يبقى عايز فاحنا 4 عملنا 0.02 انقص منها ايوه نص السكنس اللي هو 0.02، تمام؟ تمام. بس كده. هو على فكره كان يوميريكال فاليو مش هيفرق قوي لو حطيتها ب 4، يعني 3.98 من 4، فاهم؟ مش هتفرق قوي في الرقم يعني، بس عشان تبقى مظبوط يعني، تمام. تمام كده. جت الايه اللي هي السيجما. لو كان عندك مثلا حاله ان في نورمال فورس كمان، مثلا فورس بتشد الاتجاه اللي هو اللي بره ده كده، يبقى كنت هتحسب انها ايه، سيجما كمان هتضيف عليها الجزء اللي هو ايه بسبب النورمال، اللي هو الفورس على الاريا، فاهم؟ يعني على حسب شكل اللود هتطلع السيجما دي. ده انا كده كان عندي بيندنج بس، فهطلع السيجما بالشكل ده. عايز احسب الكريتيكال بتاعت الكومبريشن، سيجما واي كريتيكال. هقول ان الكومبريشن، في كومبريشن من توب سكين، عندي البي هنا هي اللودنج ايدج اللي هي ده الايدج ده ماشي، اللي هو بكام؟ ب 8. يبقى البي ب 8 والاي ب 12 اللي هي المسافه دي، ماشي؟ احسب الاسبكت ريشيو، هيطلع 12 على 8، يطلع 1.5. اخش في الكيرف، لو تفتكر هو في الكيرف اللي هو حاجة كده محتاجين ادرس دي elephant in the room. IXX دي جت منين؟ مش سامع بتقول ايه؟ IXX دي جت منين؟ هو مديها لك. مش هي دي الحتة بتاعت ادوارد؟ لا لو طلب منك وهي تحسبها اه ماشي، لو طلب منك تحسبها، بس يعني هتبقى مسألة جديدة جدا لو طلب منك تحسبها، هو مش هيعمل كده في الامتحان يعني، مفيش وقت ان انت تقعد تحسب الكلام ده، فاهم؟ تمام. حسبت الالفا، اخش على الكيرف بتاع الكي سي، اجيب الام ماشي،
ثانية كده أما أجيب الكيرف، بس كان الكيرف فين؟ راح أهو ماشي. أنا قلت واحد ونص، الألفا بواحد ونص تبقى هنا كده، تطلع تخبط الكيرف ده اللي هو إيه؟ الإم بتساوي 2، تمام؟ يبقى أقول إن الإم ب 2، أعوض في قانون الكي سي، أجيب الكي سي طلعت معايا بالشكل ده، أعوض في قانون السيجما واي السيكنس اللي عندي بتاعت السكين اللي هي 0.04، والبي اللي هي ال 8، الكلام دوت معايا كله، والكي سي معايا، اجيب الكريتيك. البي هي اللودنج ايدج في الحاله دي صح؟ اه تمام. وعرفنا منين اللودنج ايدج اللي هو الحته الطويله. لا يا اسطى، لا لا، اللود بيأثر هنا، اللود في الاتجاه ده صح؟ بليت اهي، واللود اللود كله البندنج اللي عندك دوت بيأثر في اي اتجاه حوالين الاكس ده، الام دي تعمل ستريس حوالين في اتجاه الواي صح؟ ده واي اهو، ايوه يبقى اللود على الايدج ده، مش الايدج ده، الايدج ده اللي هو 8، لا، تمام؟ ما انا قصدي على الايدج ده، انا قصدي كلمه طويله اللي هو طويله بالنسبه للمستطيل اللي انت رسمه تحت البيت على طول. آه لا، هو ال 8 اصغر من 12 يا ابني، في ايه؟ مش دي اللي فوقيها. دي اه كده يعني قصدك ده، يا دي بس مش بتاخد المسافه دي كلها، انت بتحسب على بليت واحده من الثلاثه دول، فاهم؟ تحسب على واحده بس منهم يعني، يعني مش هتحط المسافه بالثلاثه في 8، لا هتاخد في 8 بس لوحدها، مش 3 في 8، انك واخد الحته دي كده. عرفت كده خلاص ازاي احط الكريتيكال. تمام. دلوقتي كان عندي خلصت من المومنت والكلام بتاعها، هخش في التورك. التورك بيعمل شير، عشان احسب الشير اللي بسبب التورك ده، ده قوانين جايه، فاكر الكلام بتاع ادوارد اللي هو كان بيقول لك الاريا انكلوز التورك، الشير ستريس ديو تو التورك، كان بيساوي التورك دوت على 2 الاريا انكلوزد في السكنس، تمام؟ الاريا انكلوزد دي انت معاك ديت ومعاك السكنس، تحسب ازاي الاريا انكلوزد دي؟ بص يا سيدي، الاريا انكلوزد دي هي الاريا، يعني ده كان الشكل زي اللي فوق بالظبط لو تفتكر ده، ماشي؟ هتاخد برضو الاريا انكلوزد حوالين النص السيكنس، فاهم؟ النص ده يبقى هتاخد الاريا دي، يعني بدل ما تضرب 3 في 8 في 8 عشان تحسب الاريا بتاعت المستطيل اللي بره ده، لا هتحسب المستطيل اللي في النص، الاريا بتاعت المستطيل اللي في النص ده، يعني من الاخر هتنقص الانكلوزد اللي نص، هو المستطيل الصغير اللي جوه يعني لا مش الصغير اللي جوه، اللي بين اللي في الصغير النص، والكبير. ايوه اللي بين الصغير والكبير، مستطيل كان مستطيل عادي خالص، بس ايه ما بين الصغير والكبير، يعني انت عارف الطول بتاعه يعني، فاهم؟ الطول والعرض بتاعته وتعرف تجيبهم صح، اللي هو ايه 8 اللي هو الكبير ده ناقص 2 السكن، يعني ناقص السكنس كامله، فاهم؟ عشان انت بتشيل نص من هنا ونص من هنا، تمام و8 في سيبو 3 اللي هو ده بتشيل نص من هنا ونص من هنا بالظبط، فاللي هي بس بقت 0.04 كامله، تمام يبقى على طول كده تقول ان هو ايه 8 ناقص السكنس، و8 في 3 ناقص السكنس بتاعت الناحيه دي اللي هي كانت 0.05، طلعت لك الاريا انكلوزد، عوض في القانون، جيب الشير ديو تو التورك. خش بقى على، يبقى انا خلصت من التورك، فاضل لي الشير دي. دي فيها بس التركه بتاعت ادوارد لو تفتكر، الشير فلو، انت عندك شير فورس بتعمل شير ستريس، بس انا مش هحسب شير ستريس على طول، انا هحسب شير فلو الاول بعد كده احوله لشير ستريس، تمام؟ الشير فلو كان بيتحسب ازاي؟ بيقول لك ان هو الفي اللي هي الشير فورس دي على الاي اكس في سميشن الاريا في الزد، والزد دي بتتحسب من السنترويد بتاع الشكل لو تفتكر برضه، تمام؟ الفي على الاي اكس دي قيمه ثابته خلاص معايا، انا معايا الفي ومعايا الاي اكس بتاعت الشكل كله، هيطلع لي رقم ثابت في سميشن الاريا في الزد. انا عايز احسب عند السكين اللي هنا ده، فماليش دعوه بقى بالحته دي، خلي بالك الشكل سيمتريك واللود سيمتريك وكل حاجه سيمتريك، فانت تقدر تبدا من الشير فورس دي بتاكت في النص، هتقدر تقول الزد اللي هو 4 ناقص 0.02. لا هتشوف الزد هو هيتغير، يعني الزد ده بيبقى بيتقاس من الاكسس ده، فاهم؟ من الاكس اكسس، تمام؟ بالمسافه دي، تمام المسافه دي يعني.
بس هو ايه على حسب دلوقتي هتشوف يعني، انت هتفرنط المسألة لثلاث حتت. انت عايز ماشي. تحسب على السكين اللي هنا ده، فتبدأ تقسمه 0 1 و 2 بناء على ايه؟ يعني من هنا لهنا عند واحد دي شي سترينجر، وعند اثنين كان فيه برضو اللي هو الانجل، تمام؟ يعني هنا في سكين وهنا في سكين، وهنا في النص في سترينجر، وهنا في ايه زي برضو اللي هو الانجل. وانا عشان اللود سيمتريك فعارف ان النقطه دي اللي عندها اللود الشير فلو عندها بصفر، فابدا ان انا ابدا من هنا، اقدر ان انا ابدا المساله من هنا من النقطه اللي في النص. المساله سيمتريك فانا مش محتاج احسب بقيه الحاجات دي كلها. هبدا اقسمها من ايه؟ من واحد لزيرو. يعني ايه من واحد لزيرو؟ يعني انا همشي من يعني من صفر لواحد بصفر، تمام؟ اللي هي الكيو نود دي بصفر. من واحد لزيرو دي يعني انا بقول هاخد الجزء ده كده. من واحد لاثنين يعني انا قصدي معلش، من واحد لزيرو انا خدت الحته بتاعت السكين بس بدون ما اشوف السترينجر ده معايا. من واحد لاثنين اللي هو كاني وقفت عند نقطه واحد وبصيت ناحيه اثنين هاخد معايا السترينجر. من اثنين لواحد اللي هو من اثنين لواحد هاخد معايا السكين اللي هنا. لو كنت كملت وقلت مثلا من اثنين لثلاثه يبقى انا كنت هاخد معايا كام اللي هو الانجل دي. بس انا هنا مش محتاج غير ان انا اخد السكين بعد كده السترينجر بعد كده السكين اللي هنا اللي هو سكين سترينجر سكين. في الحته الاولانيه اللي هي من واحد واحد زيرو هاخد معايا السكين اللي هنا ده عباره عن الرقم ده مضروب في الاريا في الزد. الاريا اللي هي ايه؟ اريا بتاعت السكين اللي هي بكل بساطه 4 في الثيكنس 4 عشان انا واخد النص. المسافه دي كلها كده كانت 8، هناخد نصها بس اللي هي الاربعه في الثيكنس يديني اريا. بعد كده الزد، الزد دي محسوبه منين؟ من هنا لحد السنترويد بتاع الاريا اللي انا واخدها دي. فالسنترويد هيبقى برضو اللي هو 3.8.98 اللي هو عند نص الثيكنس. حسبت اول شير فلو، اخش على الثاني اللي هو هياخد بقى معايا تاثير السترينجر. يبقى هجمع ده على ترم كمان، الترم كمان ده اللي هو ايه؟ اريا السترينجر، الاريا بتاعت السترينجر مضروبه في المسافه لحد السنترويد بتاع السترينجر. الاريا بتاعت السترينجر هو مديهاني ب 0.17 اوريدي على طول. المسافه بقى من الاكس اكس لحد السنترويد اللي هي الزد تحسبها ازاي؟ هتبقى هي الحته دي اللي هو عباره عن 4 اللي هي المسافه دي كلها ناقص السكنس، تمام؟ يبقى انا كده ايه جبت لحد هنا. عايز بقى انزل كمان ماينس حته كمان اللي هي هتبقى كام؟ هتبقى نص الواحد وربع. الواحد وربع دي اللي هي ايه؟ اللي هو الطول ده كله كده. فانا عايز اخد يعني بقيس من تحت كده لحد، سوري معلش. بس انت ضربه ليه؟ مش طرحه ليه؟ سوري معلش، انا عايز اخد من، مش عايزه تيجي معايا معلش، يعني عايز احسب من هنا لهنا كده. ايوه. هاخد السكين كده لحد السكين واطرح منها الحته الصغيره اللي كانت هنا دي واطرح منها الحته دي. انت تاني كده بقى بص. انت هنا مش طارح، انت ضارب بس 0.5 في 1.25. فين الطرح؟ ثانيه كده معلش، كنت غلطت في الكتابه. ثانيه. الاريا مضروبه في مسافه لحد السنترويد دي، لا انت صح فعلا، كنت في المفروض انا ماينس يعني دي مش مضروبه، دي في ماينس هنا، تمام؟ يبقى انا حطيت علامه ماينس ونص الارتفاع ده. انت فهمت جت منين؟ ايوه تمام. هو الرقم صح يعني بس انا غلطت اعمل يعني هنا ما عملتش ماينس. ولا يهمك. هاخد بقى الحته من واحد لاثنين السكين اللي باقي عندي هنا اللي هو ايه؟ يعني هضيف بيه زائد السكين اللي هنا كانت طوله 8 والسكنس بتاعته 0.04 في المسافه للسنترويد بتاعه اللي هي 3.98 قصدي. هيطلع لك بقيمة.
هحسب الافريج، انا بحسب على السكين ده صح، السكين اللي هنا ده، هاخد الافريج ما بين دول ده وده اللي هو افريج ما بين الاثنين دول، ما بين ده ما بين ده هنا في النص كده، هاخد الافريج وهو ده اللي هحسب بيه الشير ستريس ديو تو الشير فورس. تمام، بقول كيو افريج على الثيكنس بيساوي يطلع لك الرقم ده، يبقى هو ده الشير ديو تو الشير فورس. عايز اجيب الشير توتال، هجمع اللي هو جاي من التورك لو تفتكر اللي احنا خدناه هنا مع اللي جاي من الشير فورس يطلع لي التاو توتال. انا كده يعتبر قربت اخلص خالص المساله اهو. معلش اسال ال Q 1 0 1 0، هي دي برضو لما ضربت كل ده في بعض طلع 5، في اشارات برضو هنا صح؟ ازاي دي اريا، اريا بس اريا في سكن، في يعني ده مضروب في الاريا مضروب في الزد. ده هو ده ايوه، واربعة اللي هي المسافة دي كده ايوه تمام، مضروبة في الثيكنس يديك الاريا دي. يبقى انا كده خلصت من الاريا. عايز احسب الزد بقى اللي هي المسافة من السنترويد بتاع الحتة دي لحد هنا اللي هو 3.9a. تمام دلوقتي انا حسبت التاو اللي عندي، عايز احسب التاو كريتيكال. هتحسب التاو كريتيكال منين؟ اولا ده شير ان توب سكن، يبقى عندك الشورتر ايج هو البي اللي هو كان ب 8 تمام، والاي هي ال 12، وتحسب الاسبكت ريشيو برضه، وتخش على الكيرف بتاع، انت عندك اسبكت ريشيو تدخل على الكيرف بتاع الشير اللي هو ده معاك هنا الالفا، تحسب الكي اس. انت عارف ان هو سيمبلي سبورتد على طول، فهتقول ان هي 1.5، هتضرب هنا كده هتطلع لك تقريبا ب7 تمام. فتاخد ان ايه، ان هي ان الكي اس ب7، تخش في قانون التاو كريتيكال تحسبها تمام. بعد كده انت عندك حاجه عايز تحسب بقى ايه، الار سي والار اس عشان تحسب المارجن اوف سيفتي عشان تعرف السكين ده باكل ولا لا. هي دي الفكره من المساله كلها. هتحسب الار سي ازاي؟ هتاخد الاستريس اللي عندك على الكريتيكال، تحسب هنا الار اس التاو اللي عندك التاو توتال على التاو كريتيكال، وتخش في قانون المارجن اوف سيفتي تعوض فيه تمام، تشوفه لو هو بوزيتيف يبقى انت سيف مفيش باكلينج، لو طلع معاك نيجاتيف اقل من الصفر يعني يبقى في، يبقى حصل باكلينج والسكين ده مش سيف تمام كده بالظبط. بس يعني مسألة ثقيلة شوية يعني نوعا ما، بس هي طويلة طويلة يعني طويلة بس ستيبس كتير. كان حاجة بسيطة بس في فوق رسومات كده مش فاهم بتعملهم ليه، تطلع سنة كده المثلث اللي جنبيه بتاع غريب ده انت يعني راسم ال شكل الشير، شكل الشير فلو يعني كان هنا بصفر، كان هنا بصفر، بعد كده عند النقطة دي قبل الواحد كان بقيمة اللي هي دي، بعد كده بعديها عشان في سترينجر هنا فهيزيد اللي هو هيبقى القيمة اللي هي 1.2 دي، بعد كده يفضل يزيد لحد ما يوصل ب2.1 تمام. ديستريبيوشن يعني مش لازم تعملها في الامتحان يعني، ده انا بفهمك بس تمام. ماشي كده خلصنا من مسألة. في مسألة الاساينمنت مش هنخش الديتيلز بتاعتها، لا 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 دي اتسلمت اوريدي يا ابني. خلينا عشان نخلص بس، انا مش هخش في ديتيلز قوي في المساله يعني، هي نفس برضو البروسيجر بس دي اسهل بكتير، دي مساله اسهل بكتير. الفرق هنا ان عندك مثلا اللود ما فيش ديستريبيوتد لودز، اولا ما فيش ديستريبيوتد، ما فيش اي حاجه بتعمل مومنت حوالين الاكس مثلا، كل المساله دي في ايه؟ لا في سترينجر اهو سترينجرز دول اسمهم سترينجرز شكلهم مختلف بس ما هات سيكشن الثانيه كانت زي سيكشن. عندك هنا تو بليت عايز تحسب برضو على الافريج بتاع اسم في النص، بس
اللود اللي عندك هنا اللود كان نورمال كده بيعمل في اتجاه الواي لو اعتبرت ان دي زد يعني عشان هو بس دي سخافه يعني خلي دي زد وخلي الواي هنا كده ماشي تمام. فاعتبر مثلا اللود هنا في اتجاه اللي هو الواي اللي انا بقول لك عليه والدوت بيعمل تورك يبقى انت عندك حاجتين بس اللودنج اللي هيبقى على البليت دي هيبقى جاي من تورك ونورمال فورس اللي هو تورك ونورمال تمام. النورمال اللي هتبقى هي الالف في 2 والتورك هيبقى جاي قابل برضو ما بين 500 تضرب 500 في المسافه ما بينهم اللي هي ايه في 16 تمام. بقى عندك التورك والنورمال تحسب ال عايش في متلخبطه شويه تحسب الشير ديو تو التورك اللي هو هتحسب الاريا انكلوزد بنفس المبدا اللي حسبناه بيها قبل كده تاخد برضو اللي هو المستطيل في النص ما بين السيكلز تحسب التاو بعد كده تجيب الكريتيكال بتاع الشير وتحسب النورمال عباره عن ايه بقى النورمال في الحته دي بس فيها حته زياده في المساله عشان احنا ما حسبناش نورمال قبل كده. انت عندك فورس النورمال عباره عن ايه فورس على الاريا صح كده النورمال ستريس هو عباره عن الفورس على الاريا الفورس اللي انت حسبتها الاريا بقى هنا هتاخد الاريا بتاعه الشكل لحظه كده عشان افتكر بس كنا بناخد انهي اريا معلش انا حاسس ان انت اخدت الترمين بتاع الانكلوزد وزودت حاجات جنبه لا انت مش بتاخد اريا انكلوزد انت بتاخد اريا بتاعت السكن السكن ده كده فاهم ايوه بقول لك انت واخد الترمين اللي استعملناهم في الانكلوزد وحاطط جنب كل واحد ترمين كمان وجمعهم فاهم لا مش صح لا ازاي يا عم اي 16 قصدك ده يعني وده ايوه بس ده الطول يعني فاهم ده الطول ده وده فاهم الطول لحد اللي هو النص ده استنى ما افتكر بس استنى عشان ما اتلخبطش احنا قلنا 16 ناقص ديت هتديك المسافه اللي هي ايه دي افتكرت تمام انا كنت يا ريتني رسمتها لك بس عشان مش واضحه قوي هنا ممكن ارسمها لك في البينت ولا حاجه يعني انت عندك دلوقتي كده كانت دي اريا ماشي دي ال انت سامعني؟ هو معاك تمام انا عايز احسب ايه؟ عايز احسب هحسب الاريا دي تمام لحد اللي هو اللي في النص يعني فاهم؟ اوكي لحد اللي هو الخط اللي في النص هنا فقلت انها 16 الكبيره دي ناقص السكنس كلها عشان انا بحسب النص هنا وناقص هنا نص برضه بقى عندك 16 في الاريا دي في قصدي الارتفاع ده اللي هو كان ايه؟ اللي هو كان 6 صح كده؟ مضروب في 2 عشان عندي سكين فوق وسكين تحت ده انا حسبت هنا وحسبت هنا دي كده معلش كده بعد كده عايز احسب دي هاخد دي كده ناخد دي كده ماشي فهمت المبدا يعني احنا بنحسبها ازاي بس هو برضو الكلام ده ممكن طب استنى معلش وهضيف بس عليها كمان انت خدت كده الاريا بتاعت السكين هضيف عليها الاريات بتاعه السترينجر عندك كام سترينجر 2 سترينجر واربعه انجل يبقى هتاخد اربعه في الاريا بتاعت الانجل اللي هي دي زائد 2 في الاريا بتاعت السترينجر اللي هي دي تمام ترمين دول فهمت جم منين؟ طلعت الاريا اللي انا هحسبها دي وبعد كده المساله هتمشي عادي خالص برضو هتطلع الكريتيكال بنفس الطريقه بتاعت عندي نورمال لود واشوف الكريتيكال هتطلع ازاي واجيب بعد كده المارجن اوف سيفتي هو المساله دي صح فيها معلش فيها ام اكس انا اسف انا برضو كنت غلطت فيها في الاول وانا بحسبها ما اعرفش ليه المساله دي معصلجه معايا في الموضوع الام اكس
الالف دي اللي هم الالفين يعني بتعمل ام اكس حوالين ال قصدي بتعمل مومنت حوالين الاكس يعني تمام. وانا تلاقيني معلش فصلت شويه في بس فاهم الدنيا ولا ايه؟ اه تمام شكلك ولا تمام ولا اي حاجه. عيد بس حته الام اكس دي تاني. الام اكس بص في الالف دي شايف الالف والالف اللي هم يعتبروا الفين يعني ماشي، هيعملوا مومنت حوالين الاكس اكسس عشان هم في مسافه ما بينهم وما بين الاكس، المسافه دي صح؟ انك عندك فورس في مسافه فهتعمل مومنت. معلش بس ثانية واحدة. تمام تمام كمل. مع يعني انا كنت انا من الاول المفروض انا غلطت، بس معلش كنت المفروض اجيب التورك والنورمال والام اكس، بس انا كنت نسيتها فجبتها في الاخر. يبقى انا كان عندي لكن ام دي اكس في الاول ماشي. المفروض انت دي كده في الاول تبع مع اللود اللي هنا دول كده قلنا ام اكس عندنا 1000 و1000 بيجوا في اتجاه الواي فقلنا 2000. بالظبط، هيعملوا مومنت حوالين الاكس اكسس اللي هي ال 2000 في المسافه اللي هي دي نص المسافه بقى نص الثمانيه صوتك الاربعه بيقطع صوتك بيقطع اللي هي هتبقى اقول لك بنص المسافه دي. صوتك بيقطع معلش. سامعني كده؟ تمام. ال 2000 يعني في نص ال المسافة 2000 2000 تمام في 4 تمام؟ 2000 في 4 الام اكس تمام دي هتعمل لي نورمال برضو ستريس اللي هو ام اكس زد على اي اكس، واظن عرفت خلاص ازاي تحسب الترم دوت زي اللي فاتت برضو بالظبط اللي فوق اللي هي المساله الاولانيه، طلع لك نورمال، تجمع النورمال ده على النورمال اللي هنا طلع لك النورمال التوتال يعني تمام. معلش النورمال اللي طلع لك هنا تجمعه على النورمال ده يطلع لك اللي هو ده الكبير ده 1200 وحاجه. يبقى عندي شير، يبقى عندي كده شير وعندي نورمال توتال، اعوض برضو واجيب الار سي واجيب الار اس واجيب المارجن اوف سيفتي، هنا هتطلع بالنيجاتيف فهيطلع ان البلد هيحصل فيها باك. كان في بس تحنيكه كده صغيره يعني، احنا كده خلصنا المساله بس في تحنيكه صغيره في الاريا دي معلش. اللي انا عامله ده مش صح 100% بس هو ممكن يمشي يعني عادي. المفروض انك تحسب يعني انا لما خدت حسبت منين؟ حسبت لحد السنتر، فاكر هنا الاحمر ده خدت لحد السنتر ده صح؟ الكلام ده مش صح، انا كنت المفروض اخد لحد يعني كده كانت خلينا نعمل واحدة جديدة. المفروض اخد لحد كان بيبقى فيه هنا كده انجل، بيبقى فيه هنا ريفت ماشي، فكنت المفروض اخد لحد المسافة دي، اخد الاريا دي مش الاريا دي كلها، اريا لحد هنا اللي هو هتفهمها من على الرسمة دي اللي هي من هنا لحد هنا. انا خدت بقى لحد ايه؟ لحد كملت الاخر انت لحد هنا كده، كملت الاخر ممكن تاخدها لحد هنا بس هي مش تفرق قوي في الارقام برضو يعني فاهم، المسافه صغيره جدا، المسافه دي نص يعني الفرق كله هيبقى عباره عن نص يعني فاهم. يعني بس لو انت في الامتحان يعني حاول تضبطها اكتر من اللي انا عملته هنا في المساله عشان انا كنت هنا مش فاهم قوي لسه، فهتاخدها لحد اللي هم الخطوط كده مسافه صغيره يعني الاريا في الاخر هتصغر شويه ماشي، فالستريس ده هيزيد سنه بس. يعني في الحسابات طيب هتبقى عامله ازاي معلش؟ يعني بدل ما تاخد كده 16 ناقص نص ناقص السكنس، لا هتزود على السكنس دي حبه كمان، بدل طيب السكنس كلها هتزود ارقام حته. ارقام هعمل ايه؟ الحته دي قد ايه؟ نص ال نص ال الشفه دي يعني نص احسبها كده يعني لو طلعت انا باخد نص بس ماشي، يبقى هقول الاريا دي لو انا بعتبر نص وبعد كده هضرب 2 في الاخر ماشي، يبقى هاخد النص ده كده المسافه كلها، هنقص السكنس كلها يبقى بقيت هنا، هنقص نص بقيت هنا تمام. يبقى هقول ان هي ال ثانيه كده، يبقى النص
سوري معلش معلش، هتبقى عبارة عن 16 ناقص ال 0.05 ناقص 0.5 الكلام ده، مش 16 بقى سوري معلش، 8 الكلام ده مضروب في 2 مضروب في الثيكنس اللي هي 0.04، وعندي 2 واحد فوق واحد تحت يعني اضرب في 2 كمان. فهمت؟ ثمانية ناقص 0.05 ناقص نص، اتنين بوينت أو فور، تمام ماشي. واللي هنا ده بنفس البرنسبل برضه، نفس المبدأ يعني. اوكي تمام. كده يعني ده اللي هيحصل، التغيير اللي هيحصل في الترم ده. ايوه بس بدل ما يبقى 0.04 يبقى 0.05، لكن نفس بقى كل حاجة. انا قلت كده بذمتك، بذمتك ده هو نفس الحاجة. لا هي قصدي هيعكس الرقم، يعني هيبقى مثلا اقولها لك، هتبقى 16 ناقص 0.04 ناقص نص في 2 في 0.05 في 2. لا يا ابني، جت منين 16 هنا؟ لا عبده عبده عبده، شيل شيل الاثنين دي اهو، شيل الاثنين دي كده. انا هنا بحسب، انا بحسب على اللي فوق ده، ده اللي فوق ايوه انا بقول لك، انا بجيب لك اللي تحت بقى الثانيه اللي ماشي. هي الثانية العمودية دي بقى. جت منين ال 16 اذا كان طولها كلها 8 اصلا؟ مش كان في واحدة 8 واحدة 16؟ ايوه يا ابني، دي كده 8 اه ودي كده 16. اه يبقى خلاص، يبقى انا قصدي على تحت. انا هنا كده كنت بحسب بس يعني ضربت في 2 بس، بدل يعني حسبت نص وضربت في 2 عشان يبقى عندي كله، فاهم؟ اه انت، انا كنت في حتة تانية خالص. ماليش دعوه بيه يعني، فاهم؟ انا كنت بحسب هنا لو هحسبها بنفس المبدأ هيبقى 4 بقى، يعني بدل هتبقى 4 فهمت. ناقص 0.04 دي لعبة. ناقص 0. ما اعرفش بقى كانت بكام 0. المسألة كانت 0. كام المسافة اللي هي دي؟ نص برضه صح؟ اه نص، هات ماينس نص برضه، تضربها في 2 تضربها في السيكنس اللي هي 0.05 تضربها في 2 عشان ما تنسى. تمام تمام. بس مش تبقى مظبوط قوي يعني، بس كده انت ما فيش حاجة تقريبا تانية. بالنسبه بس لحته اخيره في المساله بتاعت الوينج دي، بص برضو مهم انك تبص على المساله اللي هي اللي في السلايد، اخر مساله اللي هي دي، دي هتبقى تخش معاك في الامتحان، انت هتدخل بدي، فالمساله دي فيها شرح يعني. تمام، فانت لو احتجت مثلا حاجه ونسيت حاجه بتتحسب ازاي بتاع، فاهم يعني؟ المساله دي هتساعدك في الموضوع ده، انها فيها كل انواع اللودز اللي موجوده تقريبا. هي مسألة كبيرة طبعا شوية، بس فيها كل حاجة يعني ايه محتاجها لما تدخل الامتحان. تمام، وتوقع ان هي تيجي حاجة تشبه مثلا الشكل بتاع الدكتور ده، مش الشكل بتاع المعيد يعني، فاهم؟ عشان الدكتور هو اللي جاي الامتحان، فضروري انك تبص على المسألة هتبقى فيها والمعيد كل اللودز دي يعني؟ ايه؟ هتبقى فيها كمية اللودز دي؟ لا هي اكيد في الامتحان هتيجي ابسط من كده، مش دي مساله بيشرح عليها ففيها كل حاجه، فاهم؟ هو B5 وB3 دول ولا اللي هما الاثنين اللي طالعين من دول على السطح دول؟ اه دول ايه، ديستريبيوتد دول ولا حاجات عادية كده؟ هي لا فورس كونسنتريتد عادي، بس هي كانها ريزلتنت بتاع ديستريبيوتد يعني، فاهم؟ اه تمام بس ماشي هي هنا كونسنتريتد لود يعني، تمام. مفيش ديستريبيوتد حاطه. تمام، بس كده ان شاء الله احنا كده خلصنا يعتبر لحد مسألة يبقى الوينج. في ايوه فاضل لنا الفاينانس ان شاء الله، بس انا لسه هذاكرها، وبعدين على بكره كده ولا حاجه يعني ممكن اعمل لكم الفيديو ده ان شاء الله. براحتك يا باشا. تمام، حبيبي يا فهمت دكتور، يعني ولا ايه؟ الدنيا كويسه؟ زي الفل زي الفل، بس محتاجة حل بقى، لأن لو ما حليتش اه ولا شفت حاجة. أكيد لازم تحل اه ورايا يعني. واخد بالك يا سليم؟ مش سامحك.
ماشي تمام، يلا سلام. سلام.